صباح الخير. قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. مفيش شك إن المناسبات ما بين الزوجين كتيرة، سواء بقى المناسبات المتعلقة أو اللي بدأت مع بداية علاقتهم ببعض، سواء بقى خطوبة، كتب كتاب، جواز، أو المناسبات بشكل عام الناس كلها بتحتفل بيها، رأس السنة والأعياد بتاعتنا ده شم النسيم، ده مش عارف إيه. فالمناسبات كترت يعني إحنا خلال الفترة اللي فاتت دي اكتشفنا إن الستات بتحب تركز أو بتخترع مناسبات ما كانتش موجودة، وتبتدي تلوم جوزها: أنت ليه ما احتفلتش بيه؟ أنت ليه ما افتكرتش؟ فلو جوزك نسي مناسبة مهمة ليك هتعملي إيه؟ ده بالمناسبة سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا، هتعملي إيه؟ الستات بتخترع مناسبات زي إيه؟ اديني حاجة اخترعناها. أديكي حاجة اخترعتي. واحد صاحبي، يعني صديقي من اللي هم الكويسين دول، يعني مراته بتلوم عليه إن هم مثلا كتبوا كتابهم يوم واحد في الشهر، فكانت مستنية منه أول كل شهر إنه يقول لها كل سنة وأنت طيبة. قلت له على كده بقى ده يوم كتير. سبت مثلا، في كل سبت هنقول كل سنه وانت طيبه، على كده ان احنا كل يعني ده مش اسلوب يعني. حقيقي حقيقي. عرفتي بقى انهم بتختاروا ولا بتختاروش؟ يعني ما تعممش يعني. هقول لك على حاجه، يعني انا من الناس اللي ممكن ازعل لو عيد ميلادي جوزي نسي، لكن مش هزعل مثلا لو نسي يجيب لي هديه في عيد الام. لا مش ام، الحب قصدي. بيألفوا والله عندهم القدره على التأليف. لكن خليني اقول ان في حاجه بتقول ايه، هابي وايف هابي لايف. يعني ايه؟ يعني عشان لو مراتك مبسوطه وسعيده حياتك هتبقى زي الفل ومبسوط وهتبقى سعيد في حياتك. خلينا نقول انه في حاجات كتيره جدا ممكن نعبر بيها عن حبنا للطرف الثاني. يعني في ممكن زي ما انت بتقول، يمكن الستات بتحب، مش هقول تخترع، لكن بتحب، احنا بنحب نكون حاسين ان احنا حد بيقدرنا، حد بيقدر المجهود اللي احنا بنعمله. بالذات بجد انه في ستات كتيره قوي ربنا يكون في عونهم، يعني بيشتغلوا بياخدوا بالهم من البيت وبياخدوا بالهم من الولاد والمذاكره والتمارين. فيعني فيش مانع انه يبقى في كده في عيد الحب اللي جاي ده ورده برواز في صوركم مع بعض، اشتراك لأي منصة هي بتحبها، الحاجات الحلوة دي اللي أكيد هتفرحها، بالتالي ده هينعكس على حضرتك. خليني أقول إن الزوج دايما هو رب الأسرة، فبالتالي هو اللي في إيده المفتاح، أنا بشوف كده. والست كمان، يعني أكيد أنا ما بحملش الراجل كل المسؤولية. كل ده ما حملتوش المسؤولية. يعني خلينا نقول انه في حاجات كتيره جدا بتبقى عامل مهم لانجاح العلاقه الزوجيه، اللي هي في الحقيقه محتاجه كل يوم مجهود. يعني هي زيها زي الشغل، زيها زي الرياضه، زيها زي كل حاجه محتاجه منك انك تديها مجهود. نفس الفكره، الحاجات الصغيره هتبقى بتفرق معانا، انك ما تبقاش مركز في كل تفصيله كده بتزعل، هيبقى ده على فكره نوع من انواع التقدير. انك مثلا ما تقفش على الواحده، التقدير المعنوي، وما فيش مانع لو في تقدير مادي. يعني لو وردة في عيد الحب اللي جاي ده فرصة حلوة ان حضرتك تعبر بيها عن تقديرك لمراتك وحبك لمراتك، ونفس الفكرة حضرتك كمان مفيش مانع انك تعملي كده. يعني تغير روتين الحياة كل شوية ما بينكم، حتى لو هتعملوا عشاء في البيت ليكوا انتوا الاثنين تقعدوا تاكلوا وتتكلموا، والحاجات الحلوة اللي احنا يعني كنا بنشوفها في افلام زمان، لكن للأسف مع الحياة والسرعة بتاعت الريتم الحياة اللي احنا عايشينه دلوقتي مخلينا ننسى بعض ونهمل بعض. مهم ان احنا نرجع تاني علاقتنا تكون ببعض كده، فيها نوع من انواع انت باصص لي ومش عاجبك الكلام. لا انا مستني تخلصي اللي عندك كله.
عندي كتير يعني انا بشوف كده. انا عن نفسي العيد الحب جاي ودي مناسبه حلوه نعبر فيها عن حبنا لبعض، حتى لو على فكره يعني لو بحاجات بسيطه زي ما قلنا، لو ورده من الجنينه والله العظيم هي هتنبسط. يعني اسمعوا مني وحضرتك كمان، يا مش بس على الذوق. طيب انت بقى لو مراتك نسيت مناسبه مهمه ليك، هي ايه مناسبه مهمه ليك مبدئيا؟ عادي جدا، احنا كرجاله ما بيفرقش، ما بنقفش عند محطات، ما بنقفش عند الحاجات دي خالص على فكره. يعني لو الموقف بالعكس وكان عيد ميلادي وهي نسيته، عادي جدا. عيد ميلادك مش ده يعني يعني هي لو جابت لي هديه غاليه انا يعني هبتدي افكر يعني، لا في عادي يعني. انا احنا بالنسبه لنا عادي جدا والله، عادي جدا لو نسيت عيد ميلادي، لو نسيت عيد جوازنا، لو نسيت اي حاجه عادي. انما احنا لو نسينا مش بقيت تروح تعمل محضر مثلا في الاسم لان نسيت مثلا مناسبه خاصه، لا بيعملوا فعلا حاجات صعبه قوي. انا قريت في مجله هي، وطبعا من اسمها واضحه هي، فاكيد مجله بتوعنا بالمراه، فاكيد اللي بيكتبوا فيها ستات، بيحملوا الراجل المسؤوليه الكامله عن اي مناسبه تكون خاصه بالزوجين هو ما يفتكرهاش. طب السؤال ليه هي ما تفكروش؟ يعني ليه الموضوع محتاج حكمه ومحتاج عقل بالمناسبه في التعامل. يعني هو لو قلنا، وده غالبيه الرجاله كده والله، بيبقوا مشغولين فعلا بشغلهم وبحياتهم انه عارفين طبعا كلنا عليها ضغوطات وكده يعني، فليه هي ما تفكروش؟ ليه هي لو حست ان هو من حياته على فكره يعني. أنا ممكن افكره مثلا بعيد ميلادي، ده انا مش عارفه هعمل ايه في عيد ميلادي الشهر الجاي، لكن افكره ليه بعيد جوازنا؟ ما هو زي ما انا فاكراه هو المفروض يفتكره. معلش، ما هو انت فكرتي، هو مش انت فكرتيه؟ اسالك سؤال، ايه اللي هيحصل لو هي فكرته قبلها بكام يوم بصنعة لطافه بطريق غير مباشر؟ مش أيوة، مش طريق مباشر. لو ما لو مثلا بعتت له عن طريق حد من الاولاد وقالت له يفكره، بابا صحيح انت كنت متجوز امتى مش عارف ايه، فالراجل افتكر. ليه نستنى لحد اخر وقت والراجل نسي ونفتح بقى مندابه زي ما بنقول؟ انت عارف دايما انت ازاي دايما تنسى لو الولاد راحوا سالوا الراجل مثلا بابا احنا اتجوز انت اتجوزت امتى، ماما يقول له ايه؟ فكرنيش باليوم. لا لا تبقى بهزار على فكره، لكن لا، ما انا بشوف انه لو عيد جواز لا مش المفروض ان يعني هي بصراحه بتبقى اسهل، يعني تسهل الدنيا على نسهل الدنيا على بعض. لكن في الاول وفي الاخر لو دي مناسبه في الحياه بتاعت الست مهمه قوي 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 كده، هي بتبقى متوقعه من الراجل نفس الحاجه. يعني انا جزء من حياته، ما هي الأهمية، زي الشغل زي الصحاب زي ما هي الاهميه دي احنا اللي بنحطها يا جماعه، ما هي الاهميه دي انا اللي بحطها. يعني انا ممكن اقول مثلا ان عيد ميلادي ده اهم حاجه عندي في الدنيا كلها، وهي لو نسيته اقوم بقى اعمل عليه برضو؟ ما هي برضو الموضوع مساله نسبيه. المهم في النهايه ده اللي عايز اقوله لحضراتكم، ان هي مهم جدا ان احنا نحتفل بالمناسبات دي، حاجه مهمه جدا ان احنا نعمل مناسبات بتخفف من ضغوطات الحياه، بتخفف من لو كان في مشاكل بين الزوجين، بتدينا فرصه، بتدينا هدنه كده من صراعات الحياه، نعمل بيها ذكريات كويسه نفتكرها بعدين. فهي في حد ذاتها مهم وضروريه على فكره لتجديد النشاط وتجديد الحياه. لكن لو طرف من الطرفين نسي هذه المناسبة، هل المفروض نعمل عليها مشكلة؟ ده السؤال اللي احنا مستنيين اجابته من حضراتكم. طبعا بسنت كده هتعمل مشكلة يعني، فربنا معاها بتاعت مشاكل. على كل حال ده سؤالنا اللي مستنيين اجابات حضراتكم عليه، لو جوزك نسي مناسبه مهمه ليكي هتعملي ايه؟ والازواج كمان يقولوا لنا كده مواقف ونستعرضها مع بعض خلال انا بقول لك اهو، لو في زوج طلع قال ان هو هيتضايق والتعليقات احنا هنستناها دلوقتي نشوف. قولوا لنا لو هتتضايقوا فعلا، يا ريت تقولوا لنا. النبي لو هتتضايقوا ما تكتبوش. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح على حضراتكم. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح للمياء حمدي نتعرف منها على اخبار الطقس في القاهره والمحافظات. يا لمياء صباح الخير عليك. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت. بنحب الشتاء، احنا بنحب الشتاء بس مش للدرجه دي يعني. هو الطقس النهارده يعني انخفاض في درجات الحراره وغائم الصبح بدري. تاني. بارد الصبح بدري وغائم الصبح، بس يعني في وسط اليوم معتدل شويه. طيب كويس، طمنيني. هقول لكم دلوقتي على كل حاجه. بصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وخلونا نستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس النهارده. الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومائل للبروده على القاهره الكبرى والوجه البحري ومعتدل على شمال الصعيد، وفي فرص النهارده لامطار خفيفه وقد تكون متوسطه على فترات متقطعه على السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه. كمان في شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه
من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. وكمان بيتكون الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء، وفي فرصة كمان لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 17 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 27 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 12 درجة. ونتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن خلونا في البداية نبتدي بالأخبار اللي حصلت امبارح واللي كان أبرزها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليونان وتناول فيه سبل تعزيز التعاون المشترك، والحكومة كمان استعرضت نشاطها الأسبوعي من خلال مجموعة من الانفجرافات. وكمان يا شازلين كمان في مجموعة كبيرة من الأخبار اللي حصلت امبارح، منها أيضا نفي الحكومة عقد 3 امتحانات ورقية بدل امتحانات نهاية الترم الثاني. تفاصيل كتير هنعرفها من التقرير اللي جاي. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس. الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة اللي بتجمع البلدين على مختلف الأصعدة، وتأكيد الحرص على دفع التعاون المشترك على الصعيد الثنائي في مختلف الجوانب، لا سيما في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، فضلاً عن مواصلة التشاور السياسي المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس، وده خلال الفترة من 4 لـ11 فبراير. تضمن الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. امبارح أكدت الحكومة إن الأخبار اللي تم تداولها بخصوص عقد 3 امتحانات ورقية بدل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني هي أخبار غير صحيحة، وإنه ما صدرش أي قرار خاص بالموضوع ده. وشددت الحكومة على استمرار نظام التقييم لصفوف النقل من الصف السادس الابتدائي ولحد الصف الثاني الإعدادي بدون أي تغيير. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها، وده خلال شهر يناير 2023 من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة. ورصدت المنظومة 113 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يناير 2023. من الأخبار اللي حصلت امبارح للأخبار أو دلوقتي هنتابع أهم الأحداث كمان اللي حصلت في محافظات مصر، واللي من أبرزها توفير مديرية القوى العاملة في محافظة اسكندرية 77 فرصة عمل في مهن مختلفة. كمان هنتعرف على بدء تشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى التأمين الصحي في محافظة بني سويف. كمان يا شازلي في افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة بتصل لأكثر من 14 مليون جنيه في محافظة البحيرة. كمان كوبري فيصل في محافظة الجيزة هيتم غلقه لمدة 2 يومين بسبب الأعمال الإنشائية. أخبار تانية كتير من محافظات متعددة هنتعرف عليها في سياق العرض التالي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها إن مديرية القوى العاملة في محافظة الإسكندرية وفرت 77 فرصة عمل للشباب على مهن عامل تعبئة وفني خراطة وفني ميكانيكا، واتعملت مقابلات شخصية بديوان المديرية، وتم تسليم عقود العمل للشباب والاتفاق على مستحقاتهم المالية اللي هتبدأ من 3.5 جنيه وبعض الامتيازات كبدل الانتقالات والتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية. أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية بدء العمل على مدار 24 ساعة ب 18 منشأة طبية على مستوى المحافظة في تخصصات البطنة، الأطفال، الجلدية والنساء والتوليد، بالإضافة لعمل الوحدات دي كعيادات مسائية من الساعة 2 الظهر ولحد الساعة 6 بالليل، وهتستمر في ممارسة عملها الصباحية كعيادات خارجية ومكاتب الصحة والتطعيمات. محافظة بني سويف شهدت بدء تشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى التأمين الصحي، وده في إطار خطة المحافظة اللي هيتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي للتيسير على المرضى والمنتفعين مع توفير كل الخدمات وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.
مديرية الأوقاف في محافظة البحيرة افتتحت 5 مساجد جديدة في مراكز حوشعيسة والدلنجات ووادي النطرون وشبرخيت بتكلفة 14,898,000 جنيه، وده في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف والحصول على خدمات التوعية الدينية. أعلنت محافظة الجيزة استكمال رفع وإزالة الكمر المعدني الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر، تحديداً أعلى كوبري الملك فيصل في الاتجاه اللي جاي من ميدان الجيزة لشارع السودان. الغلق ده هيكون لمدة 48 ساعة وهيبدأ من النهاردة ولحد بكرة الساعة 5 الصبح. مجلس مدينة الحسنة في محافظة شمال سيناء انتهى من توزيع كميات من اللحوم المقدمة من وزارة الأوقاف بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي للنهوض بالأسر الأولى بالرعاية في مركز ومدينة الحسنة في محافظة شمال سيناء. مديرية الصحة في محافظة المنيا وضحت أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية في قرية الشيخ حسن في مركز مطاي، وتم الكشف الطبي على 1905 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان وتحويل الحالات اللي محتاجة تكمل علاج للمستشفيات. خلونا نروح دلوقتي لفاصل سريع ونرجع من بعده ونكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا. دلوقتي هنروح مع حضراتكم مع أهم الأحداث والأخبار اللي إن شاء الله هتحصل النهاردة، وهنشوف إيه يا شاذ كمان في مباريات كتير هتتلعب النهاردة فهنتابعها، طبعا في بطولات متعددة هنتابعها من التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتنطلق الدراسة في الجامعات، وأعلنت كل جامعة جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلاب بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني. تم إعلان جداول المحاضرات الدراسية للطلاب عن طريق مواقع الكليات، وتم رفع درجة الاستعداد في المدن الجامعية لاستقبال الطلاب وجاهزية المطاعم المركزية لتقديم الوجبات للطلاب المغتربين والوافدين. النهاردة هينطلق الفصل الدراسي الثاني لطلاب المدارس في عدة محافظات، وهتنتظم الدراسة في كل المدارس بداية من بكرة الحد. وشددت وزارة التربية والتعليم الفني على ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة من كل أفراد المنظومة التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني وجذب الطلاب للمدارس والالتزام بالآليات والإجراءات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية. النهاردة والعشاء كأس العالم للأندية هيكون معادهم مع مباريات قوية في ختام البطولة. فريق النادي الأهلي هيواجه فلامينجو البرازيلي الساعة 5:30 على تحديد المركزين الثالث والرابع، والساعة 9 بالليل الهلال السعودي هيواجه ريال مدريد الأسباني في النهائي. لعشاء الدوري الإنجليزي هيكون موعدهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة 23 من المسابقة، أهمها مباراة ويست هام مع تشيلسي الساعة 2:30 الظهر، ومباراة توتنهام مع ليستر سيتي الساعة 5، وفي نفس الميعاد أرسنال هيواجه برنتفورد. مرة تانية هنروح للميا عشان نتعرف منها على حالة الطقس بالتفصيل. شكرا لك يا شاذلي، بصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على شمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء، ودافي على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد. كمان بيتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، وفي فرصة لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي يا فندم. اهلا بيكي. وكنا لسه من شويه بنتكلم ان الطقس النهارده غائم بارد، فطمنين عن حاله الطقس النهارده وايه الظواهر الجويه اللي ممكن نتعرض لها. بالفعل احنا اليوم هنتاثر بوجود امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 ل6 كيلو من سطح الارض، وما زالت مصادر الكتل الهوائيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط متحمله بكميات من الرطوبه، فده بيجعل في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على اغلب المناطق الموجوده في شمال البلاد حتى القاهره الكبرى. فاليوم هيكون في فرص لسقوط الامطار المتوسطه على المناطق الساحليه تحديدا سواحلنا الشماليه الغربيه
محافظات شمال الوجه البحري. الأمطار دي ممكن تزيد على محافظة مطروح، تحول لأمطار غزيرة، مطروح والإسكندرية، بعض المناطق من محافظة البحيرة. أيضا الأمطار هتمتد لبعض المناطق من المحافظات الداخلية زي المنوفية والغربية والشرقية، محافظات جنوب الوجه البحري. أمطار خفيفة ممكن تزيد وتكون متوسطة أحيانا على فترات متقطعة من اليوم، وخلال فترة المساء ممكن الأمطار تمتد لبعض المناطق من القاهرة الكبرى، أمطار أيضا خفيفة ممكن تزيد عن الخفيفة في بعض المناطق وهتكون على فترات متقطعة. يبقى احنا عندنا أمطار في أغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لكن أمطار القاهرة الكبرى هتكون خلال فترة المساء. أيضا هيظل في انخفاض في درجات الحرارة خلال فترات النهار، ملحوظ أكتر خلال فترات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر. الأجواء فترة النهار بتكون أجواء نقدر نقول مائلة للبرودة على أغلب المناطق الشمالية، معتدلة ومائلة للدفء على المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، لكن خلال فترات الليل خاصة ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر أجواء شديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية. الصقيع بيتكون على المزروعات الموجودة في وسط سيناء، شمال الصعيد، محافظة الوادي الجديد بسبب انخفاض درجات الحرارة الشديدة اللي بيوصل لأقل من 5 درجات. أيضا السلوك بتتكون على مرتفعات سانت كاترين وجبال موسى بسبب انخفاض درجات الحرارة لتحت الصفر. أجواء الأمطار دي هتستمر معانا غدا وبعد غدا إن شاء الله، لكن هتظل في المناطق الساحلية، يعني إن شاء الله تنحصر في سواحلنا الشمالية ومحافظات الوجه البحري غدا وبعد غدا، أمطار ما بين الخفيفة للمتوسطة مع استمرار طبعا درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية. فمهم جدا لازم ناخد بالنا اليوم من الأمطار وكميات الأمطار اللي موجودة بشكل كبير على المناطق الساحلية. لازم نبتعد عن أعمدة الإنارة، أكشاك الكهرباء، ألواح الإعلانات المعدنية الموجودة في الشوارع، المباني المتهالكة. مهم كمان تكون القيادة بهدوء تام مع سقوط الأمطار، لأنها لا قدر الله ممكن تؤدي لانزلاق العجلات على الطريق أو انخفاض الرؤية الأفقية، لأن احنا عندنا كافة المناطق الساحلية من مطروح إلى الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، معرضة لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة. بالإضافة كمان لازم نحافظ على ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة خلال فترة الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. ونصيحة دايما بنقولها لازم نتابع النشرة الجوية قبل ما نخرج من البيت. طيب قبل ما نسيب حضرتك طمنينا عن سرعة الرياح خصوصا على الطرق الصحراوية والسريعة، يعني واصلة لحد كام دلوقتي؟ هو طبعا في اعتدال في سرعات الرياح على اغلب المناطق، هتتراوح ما بين ال 20 لل 30 كيلو متر على الساعه، لكن سواحلنا الشماليه الغربيه خاصه مع السحب الموجوده بشكل كبير هيكون عليها نشاط رياح يتجاوز ال 35 كيلو متر على الساعه، وبعض المناطق من جنوب سيناء، فما فيش قلق من سرعات الرياح على اغلب الطرق. ناخد بالنا بس في سواحلنا الشماليه الغربيه مطروح والاسكندريه، لان هيكون في سحب ممكن تتحول لسحب رعديه فيكون معاها نشاط قوي للرياح. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها بالقاهره للعظمى فيها 17 والصغرى 9، العاصمه الاداريه 17 8، اسكندريه 15 11، العلمين الجديده 15 10، مطروح 15 9، دمياط 16 10، بورسعيد 16 11، الاسماعيليه 18 9. السويس العظمى فيها 18 والصغرى 9، العريش 17 9، كاترين 12 1 تحت الصفر، طابة 16 10، حلايب 24 14، شلاتين 25 16، شرم الشيخ 23 13، الغردقة 23 14. الفيوم العظمى فيها 19 والصغرى 7، بني سويف 19 7، الوادي الجديد 24 7، أسيوط 20 5، سوهاج 21 7، قنا 23 8، الأقصر 26 9، وأخيرا أسوان العظمى فيها 27 والصغرى 11. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، وطبعا سمعنا تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، ناخد بالنا في سرعة مش كبيرة قوي للرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق الحدودية، كمان الأمطار من متوسطة لغزيرة، فناخد بالنا على الطرق السريعة والمختلفة والزراعية، إنه ممكن يكون في شبورة، ممكن يكون في تجمعات مائية من الأمطار، ناخد بالنا ونلتزم بالتعليمات المرورية علشان نوصل أشغالنا وبيوتنا كمان بألف سلامة. مرة تانية هنرجع لشاذلي وباسانت نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لميا.
محافظة شمال سيناء شهدت تنفيذ مبادرة أنت الأغلى بتستهدف إسعاد الأطفال في المدارس. هذه المبادرة تضمنت قوافل علمية وثقافية ورياضية وفنية، وشارك في تقديمها مديرية الشباب والرياضة والتعليم العام والأزهري ومجالس المدن. من خلال الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك يا فندم، أهلا بيك. صباح الخير أستاذ بسنت. صباح الخير يا كابتن، وفي البداية عايزين نعرف مبادرة أنت الأغلى. مبدئيا اختيار الاسم يوحي بأنها تشمل على الكثير من الفعاليات، عايزين نفهمها من حضرتك. صباح الخير أستاذ سامح. هو مبادرة أنت الأغلى دي طبعا تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبح وزير الشباب والرياضة، بالتنسيق والتعامل والتكامل والشمولية ما بين مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف. طبعا ده تم بالتنسيق والعرض على معالي الأستاذ الدكتور سيادة اللي هو الدكتور محمد عبد الفضيل شويش محافظ شمال سيناء. وطبعا زي ما ذكر كده الأخت الفاضلة في التقرير إنها تمت طبعا في مدينة رفح والشيخ زويد والحسن والنخل ومدينة العريش، واستهدف المشروع طبعا حوالي 2000 طالب في مرحلة الابتدائي والإعدادي وجزء من الثانوي. كنا بنركز دايما على المستوى العمر بتاع الابتدائي والإعدادي. طبعا ده كله تم في من خلال الإدارة المركزية للناشئ بقيادة الأستاذ جيهان والأستاذ وفاء. وطبعا زي ما انتم عارفين محافظة شمال سيناء زي ما بقولوا كده بالعامية النفس يعني الشهية مفتوحة لقبول كل شيء. النهاردة البرنامج بيتكلم في الولاء والانتماء ونبذ العنف وازاي نتعامل وانتماء الأوطان، كل ده كان شغال في الورش. بالإضافة للجانب الفني للجانب الترويحي للدعم النفسي ده كله كان في المبادرة. بالإضافة للشيء الجميل جدا إن كانت الأسر بتبقى معاهم زي ما شفتم كده في التقرير، بعض الأسر كانت موجودة والحاجة دي كانت جديدة. وفي ظل التوجيهات للأستاذ الدكتور أشرف صبحي تكثيف الأنشطة في محافظة شمال سيناء مطلوب بنسبة تفوق الوصف. فيعني بمجرد ما انتهت انت الاغلى دخلنا في مبادره حياه كريمه كمان. فعايز اكد ان وزاره الشباب والرياضه بتولي طبعا في اهتمام كبير جدا بالانشطه، في اهتمام كبير جدا بالبنيه الاساسيه، في اهتمام باعداد جيل واعد عنده وعي
كبير للغايه جدا. محافظه شمال سيناء يمكن احنا لما رحنا شبانه كان ملفت للنظر، شبانه دي يمكن على جنوب رفح، حاجه كانت يعني عظيمه للغايه جدا. شفت المشايخ، شفنا العواقل، شفنا مدير الهيئات، شفنا الاولاد، شفنا المدرسين، شفنا مدير المراكز الشباب والانديه، وشفنا النشأ اللي هو الفئه المستهدفه. طيب حابه اسال حضرتك سؤال، يعني بناء على ايه تم تحديد المناطق اللي استهدفتها المبادره؟ تمام، المناطق دي طبعا كل الشكر والتقدير لمديريه التربيه والتعليم في محافظه شمال سيناء والقصر الشريف. كان في تنسيق ما بين مدير الادارات للشباب والرياضه ومدير الادارات في التربيه والتعليم، وقد تم الاماكن اللي هي يعني احنا راعينا برضو الاكثر احتياجا. ولما قعدت مع معالي الاستاذ الدكتور اللي هو الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، كان في توجيهات دايما الشيخ زهيد رفح والوسط، يعني على اساس انهم الاكثر احتياجا الاكثر احتياجا. فبصينا طبعا الكلام ده تم التنسيق وتم العرض مع الاستاذ حنان المداح والاستاذ حمزه رضوان مديريه التربيه والتعليم، وقد كان يعني في وجهه نظرنا ان المستهدف فوق كمان، يعني احنا كنا مستهدفين 2000 زي ما شفتوا يمكن كده في التقرير. قد يجوز ان احنا ال 2000 دي كانت مضاعفه، احنا عدينا بمرحله يعني بمدرسه الغزالي كانت حجم كبير جدا، كان مستهدف مثلا 400 طالب في شبانه لقينا اكتر، واخد بال حضرتك؟ فالاماكن دي كلها كانت تم اختيارها بعنايه جدا بتنسيق كامل مع مجالس المدن. في نفس الوقت كل رئيس مدينه قابل الاولاد، قابل اسرهم، قابل الوفد اللي جاي من وزاره الشباب، كل ده تم في فتره وجيزه جدا وفي اجازه نصف العام. الجانب الدعم النفسي طبعا شايفين، الترويحي، اكتساب بعض المهارات، الروح المعنوية، يعني عارفة حضرتك لما تيجي من القاهرة لحد حدود رفح في ظل عظمة الدولة المصرية، جيش وشرطة، النهاردة الأكمنة مش موجودة، الاستقرار الأمني، التطوير الشامل اللي بتشاهده محافظة شمال سيناء في البنية الأساسية النهاردة، وتوصل لحد رفح بالمنظر ده، فكان بالنسبة لهم حاجة جميلة جدا. وبالنسبة للأطفال ده كل الدنيا جانا، مدير التربية والتعليم والأزهر الشريف والشباب والرياضة ومجالس المدن، يعني ده اللي احنا بنقوله. واحنا اقترحنا اقتراح جميل جدا ان احنا عايزين اليوم ده يبقى سنة اسبوع. هل في مراحل عمرية معينة بنختارها يعني في الطلبة؟ طبعا. ايه بقى من سنة كام؟ هي الإدارة العامة الناشئة في الإدارة المركزية طبعا دي شغالة مرحلة الابتدائي والإعدادي والثانوي، ده من سن المرحلة الثانوية لحد الابتدائي. أما فيما زاد عن ذلك اللي هو مرحلة الجامعة بقى بنخش المستوى اللي هو الإيه بتاع عمر الشباب بنشتغل عليه. فلما اشتغلنا احنا كنا مركزين على الابتدائي والإعدادي. أنت عارف حضرتك الابتدائي ده النهاردة الذي له مثلا 10 سنين و11 سنة و12 سنة، يعني كان ممكن تقول طفل في حضن أمه وما بيسمعش غير طلقات النار. واخد بال حضرتك؟ فأنت بتغيري بقى المفهوم، يعني بتتعاملي بقى بطرق. ده يخلينا نتكلم معاك يا كابتن إيهاب في نقطة مهمة جدا، وهي إزاي يستقبل الأهالي في شمال سيناء مثل هذه المبادرة؟ يمكن هو واضح طبعا من خلال التقرير، لكن عايز أعرف من حضرتك أكتر. والله استاذ سامح المبادره دي للامانه يعني انا بشكر فيها الدكتور اشرف صبحي، لان فعلا كل ما تشتغل شغل جماعي يبقى المنتج افضل. صحيح. يبقى العطاء اكتر. الاولاد واسرهم كانوا فرحانين جدا 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 بالمبادره دي، بالعكس ده كانت كل اداره كمان بتحاول تبقى احسن من الثانيه. انا عايز اقول لحضرتك انت شفت مدرسه نخل الاعداديه مليانه، ده ممكن يعني دي رساله، ادي نخل اهو ابتدت، يعني بمجرد ما يشوفوا الدعم
ويشوفوا الجانب التدريبي. صحيح، ده عظيم جدا التروحي. وهذه ليست المبادره الاولى زي ما حضرتك ذكرت، حياه كريمه كمان في شقها الرياضي بتقوم بمجهود كبير جدا في شمال سيناء. شكرا جزيلا كابتن ايهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضه بشمال سيناء، شكرا جزيلا ليك يا فندم. في بعض الشغلانات كده بتبقى صعبه وبتبقى معروفه ان هي للرجال فقط، لكن النهارده معانا حكايه في الحقيقه حكايه نجاح، يعني ثلاث ستات سيدات قرروا ان هم يقتحموا مهنه معروف ان هي يمكن للرجال فقط، هي مهنه المنجد افرنجي والاستورجي، ده طبعا بجانب الستائر بمختلف اشكالها ودهان الموبيليا. طبعا كل ده حتى تمكنوا هؤلاء السيدات من افتتاح ورشه خاصه بيهم بجانب العمل في المنازل عند بقى العملاء، وحققوا نجاح كبير جدا وبقوا نماذج ملهمه هنتابعها من خلال هذا التقرير. ستاتك يا بلدي بيتحدوا الظروف، بيكسروا القوالب الجامده في مهن كانت في وقت ما للرجال فقط. حكايتنا النهارده لسيدات من قلب ابو قير بمحافظه اسكندريه، تعالوا نشوف بيعملوا ايه. الحكايه ابتدت من اشغال الهاند ميد. انا طول عمري بحب اعمل اعاده تدوير اي شيء، يعني لو اي حاجه بحب اعمل اعاده تدويرها، وده ابتدت بعد كده ابتديت في الاشغال اليدويه، عملت فوانيس خرز، سبح، بعد كده اتطورنا شويه ابتديت دخلت في موضوع الستاير، بعد كده اتطورنا شويه التنجيد. الاول في الاول خالص كان معايا اختي، وبعد كده سحر مرات ابنها هي اللي دخلت، هي اللي طورت لنا المشروع. يعني الاول انا كنت خايفه جدا ان اتقفلنا نجيب ورشه او نجيب دكان وناجره، قلت لها لا مش هنقدر ان احنا نعمل الايجار وكده، قالت لي ان مالوش قل مالوش رزق، وفعلا لولا هي ما كانش المشروع قبل. الاول احنا كان الاول الستاير عامه، بعد كده بقى ايه لما بدانا كنا بقى بننجده الانترهات يعني، وبعدنا كمان بقى نرش دوكو والاوض النوم والحاجات دي كلها احنا بقينا نعملوها. طبعا احنا كان في محيط بس ابو قير، بلدنا بس. بعد كده بقى سحر صراحه يعني عملت لنا صفحه على النت وكده اهو، والحمد لله يعني صراحه هي اللي عرفتنا بالناس، وهي اللي كانت الاساس ان هي الناس كلها كانت تعرفنا عن الصفحه اللي هي ايه بدات تعملها. تعليقاتهم صراحه في الاول كان الاول تعليقات من ازواجهم مش من الستات، لان الستات كانوا شايفين شغلنا على النت وكده، فكان هم شايفين الشغل كان كويس، بس تعليقات الرجاله بتاعتهم ان هم ايه، طبعا الراجل هو يعرف يشتغل احسن منهم، اكيد مش بيعرف يشدوا، اكيد مش بيعرف مش هيطلعوا شغل زي شغل الرجال. طبعا التحدي بقى الست معاه، قالت له لا طبعا انا شايفه شغلهم وانا هخش ان شاء الله، وهم هيجوني وهيشوف شغلهم. طبعا بدات ان احنا نخش عندهم، وما شاء الله يعني الست كانت توري له، طبعا عامله توري له الحاجه بتاعتنا وشغلنا، كان هو عايش مصدق، لان لو ما كانش عنده كان هيقول لك لا، لو هم عندهم اكيد معاهم رجاله، بس احنا بنروحه كنت انا واختي صراحه، وسعر كانت بتروح معانا بس عشان هي كان معاها بيبي وكده، هو كانت بتبقى ماسكه هي النت والشغل والحاجه، فهم بقاش مصدقين الشغل يعني يطلع كده وبالقيمه دي. جيت انا عرضت على ميرفت اللي هي تبقى اخت حماتي، قلت لها ايه رايك لما نفتح ورشه يعني وكده ونبدا الناس تعرفنا، لان هم كان شغلهم مقتصر بس على البلد اللي احنا عايشين فيها اللي هي منطقه ابوير. في الاول كانوا قلقانين وقالوا لي ايجار محل هيبقى غالي وكده، قلت لهم لا نجرب وكده وان شاء الله الدنيا تظبط. فتحنا ورشه وبدانا نجرب في الحاجات بتاعتنا احنا، كنا خايفين في الاول وكنا خايفين ان احنا نبوظ حاجه، وفعلا كنا بنبوظ حاجات بس في شغلنا احنا يعني في حاجتنا احنا، لحد ما طلعنا الحاجه بيرفكت قوي. جيت قلت لهم بعدها طب ما تيجي نعمل بقى بيدج وكده ونستعرفنا اكتر. نزلت اوضه ما كنتش متوقعه ان ممكن تعمل تفاعل، لقيت فيها تفاعل وقبال جدا من صحابي والناس وكده، ان هي الله حلوه قوي وكده وازاي غيرناها كده. بدانا بقى نتطلب بقى بره ابو قير لحد ما غطينا اسكندريه كلها.
مش حاجه اسمها الست ولا الراجل. هو بص الراجل بيشتغل واحنا الستات برضو نفس الشغل اللي هو الراجل بيعمله احنا بنعمله، ويمكن هما كمان بيقول لك انتوا احسن منهم، لان ايه معلش يعني الرجال اللي احنا ايه هي اللي عايزه اي حاجه عايزاها بتعجبها احنا بنعملوها. يعني اي موديل هي عايزاه شايفاه على النت او شايفاه في معرض ولا كده احنا بنعمله لها الحمد لله. والله هو التحدي بس ان احنا ايه نجحنا في شغلنا وعلى سيلا تكس ان شاء الله الحمد لله. احنا يعني صراحه كل ما بنعلو اكتر من كده كمان. احنا شغلنا قايم اكتر على التجديد مش على البدايه، لان احنا ما عندناش ورشه خشب، فالشغل الاساسي التجديد. يعني ممكن ناخد اوضه مثلا بقى لها 14 سنه او 15 سنه مثلا، دي مثلا ده في الوسط، نرجعها اوضه 2023 بتبقى مودرن، من دهانات بقى نغير لونها مثلا لو لونها بني لونها اوف وايت او ابيض او شامبين، بنجد ظهر السرير، بنجد كرسي التسريحه، فالشغل كله بيتم ان تغيير 180 درجه في الاوضه. في اوض كمان عملناها معديه 30 سنه، لما اتعملت لواحده يعني ست كبيره سابتها لابنها يتجوز بيها، فساعدنا اكتر من شاب في ان هو ياخد العفش بتاع والدته او جدته ان احنا نجدده له ونعمله له مودرن بتكلفه اقل طبعا من هو يشتري، وبدا يتجوزه. بصي هو فعلا وقت السوشيال ميديا، يعني احنا لو كنا اقتصرنا على شغلنا احنا في بلدنا ما كناش هنشتغل وما كناش هنتعرف. لما انا بدات افتح اعمل البيج وكده وسميتها على اسم بنتي كانت 1000، يعني هي كانت كلها 1000 اصلا، وال1000 دول معارف وقرايب وصحاب. النهارده صفحتنا 35000، يعني مجهودي، ما دخلتش مره سبونسر او عملت اي اعلان ممول او حاجه، فكان كله مجهودي. وده بسبب الاقبال على شغلنا، يعني كان كل اللي يحب شغلنا ويشوفه يقول لغيرنا وغيره يقول لغيرنا. بقينا معروفين في اسكندريه كلها من اول ابو قير للعجمي. انا ماسكه السوشيال ميديا والعملاء والايراد والخامات، يعني كل حاجه متعلقه بالشغل، مش دايما بطلع معاهم الشغل. يعني لو حاجه صعبه قوي او مش صعبه بمعنى صعبه، يعني الوقت بتاعها قليل ولازم تخلص في وقت قليل، لان نبقى ملتزمين بمواعيد. واحنا اهم حاجه في شغلنا الالتزام صراحه. بنبقى مثلا الاوضه تخلص في 3 ايام، فالاوضه صعبه او مثلا فيها شغل كتير فلازم اروح معاهم. غير كده لا، انا مش بنزل كتير وببقى موفقه بين ولادي وبين شغلي. نفسنا بس في معرض كبير كده بس ايه، والناس كمان ايه هي عارفانا بس برضه يعرفونا اكتر واكتر. دلوقتي ميعاد موجز لأهم الأخبار مع لميا. شكرا لك شازلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، وتأكيد الحرص على دفع التعاون المشترك على الصعيد الثنائي في مختلف الجوانب، لا سيما في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، فضلا عن مواصلة التشاور السياسي المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 25,000 قتيل وحوالي 80,000 جريح في حصيلة مرشحة للارتفاع. في تركيا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 20,600 قتيل، بينما ارتفع عدد ضحايا في سوريا إلى أكثر من 4,000 قتيل. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد المشردين في سوريا ارتفع بعد الزلزال إلى 5,300,000 شخص. هذا وتواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن الناجين والمفقودين تحت الأنقاض. حذرت السلطات الأوكرانية من تهديد محتمل بشن هجوم بطائرات مسيرة في العاصمة كييف، وحثت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية السكان على البقاء في أماكن آمنة حتى انتهاء إنذار الغارات الجوية، وانطلقت صافرة الإنذار من الغارات الجوية في مناطق عدة داخل أوكرانيا في ظل تصعيد روسيا لهجماتها على البلاد.
أعلن البيت الأبيض أن القوات الأمريكية أسقطت جسما طائرا حلق مرتفعا فوق ولاية ألاسكا. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الجسم المجهول سقط بالقرب من الجزء الشمالي الشرقي من ألاسكا بالقرب من كندا. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تلقت تنبيها لأول مرة بشأن هذا الجسم، وأوضح كيربي أن الجسم المجهول بحجم سيارة صغيرة، متوقعا استعادته بعد هبوطه في المياه الإقليمية الأمريكية. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أهمية الدور الذي يطلع به القضاء في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس. وخلال لقائه وزيرة العدل، شدد الرئيس التونسي على ضرورة محاسبة كل من أجرم على قدم المساواة، مجددا التأكيد على أن الشعب التونسي يريد ما وصفها بالمحاسبة، واعتبرها واجبا مقدسا يقتضي أن تتم الاستجابة له في أسرع وقت. رياضيا، خسر الزمالك من ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا. بهذه النتيجة يتذيل الزمالك ترتيب المجموعة التي يتصدرها شباب بلوزداد، وذلك قبل لقاء الترجي التونسي وضيفه المريخ السوداني اليوم. مشاهدينا، انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. بدأ شهر أمشير وهو شهر 6، أحد أهم الشهور القبطية القديمة المعروف بتغير طبيعة الطقس فيه. طبعا رياحه معروف، زعابيب امشير بتكون عامله ازاي، اتربه ومعاها بتزيد الامراض التنفسيه والصدريه. وبقى في سؤال مهم جدا وبيتكرر، هل هذه الامراض التنفسيه هل هي بسبب الجو ان في شويه اتربه وخلاص، ولا ده متحور من متحورات كورونا، وازاي نفرق ما بينهم؟ اسئله كتير هنعرف اجابتها من الدكتور احمد شاهين، استاذ علم الفيروسات بطب الزقازيق اللي منورنا في الاستوديو. صباح الخير عليك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. يعني كلنا تقريبا عندنا الدور ده، يعني بجد ناس كتيرة قوي بتعاني، هل هو كورونا ولا المخلاوي ولا دور برد عادي، وازاي افرق؟ هو الحقيقه يمكن العالم كله حاليا دلوقتي بينتابوا انتشار اربع فيروسات. هذه الاربع، اولهم الزكام، انفلونزا، كورونا، اخرهم المخلاوي. يمكن حتى يعني ممكن الانسان يقول عنده دور برد، هو مش عارف هو عنده ايه. يعني مثلا الزكام بيتميز ان هو بيكون مدته الى حد ما طويله شويه، يعني مش يعني ما من يومين لاربع ايام او خمس ايام بكتير، وبعدين بيكون الاصابه في الانف وما جاورها اذا كان في بيوم انفيه او غيره. بيكون انسداد في الانف او سيوله في الانف او الى حد ما يعني بيكون سعال خفيف او صداع خفيف. وما جاورها احتقان برضو؟ احتقان طبعا، اذا كان خلف الزور مثلا ده يعتبر من الحاجات اللي بتجاورها ولا لا؟ مظبوط. لكن طبعا الانفلونزا بيكون تختلف عن الزكام، يمكن حتى عايز افرق عشان المواطن يعرف هو عنده ايه بالظبط. يعني الانفلونزا مثلا بيكون اسرع من الزكام في الاعراض بتاعتها، يعني الصبح بيكون عنده برد، عنده برضه رشح زي الزكام، وبعدين اخر النهار تبص تلاقي جسمه كله دفي، وبعدين في جسم قشعريره وتكسير في العظم، تكسير في العضلات. بينتابوا نوع من برضه الصداع والسعال لحد ما، والتهاب في الحلق زي كسابقه، والامور بتعدي بسلام. ودي كان طبعا علاجها الاساسي طبعا الراحه، على الاخص السن الكبير، لان طبعا ممكن عواقبه بيكون يعني خطير جدا، يعني ممكن تؤدي الى كذا. انا بقى اللي انا عايز اوصل بيه في الحلقه ان شاء الله، عايز افرق بين او اوضح للمواطن ازاي وهو في البيت يعرف اذا كان عنده كورونا او عنده انفلونزا او عنده زكام او مخلوي. انا اتكلم عن المخلوي مرة، طبعا هذا الفيروس المخلوي اللي هو اثار جدلا واسعا واثار ضجه عند الناس، اولياء الامور انزعجهم، الاطفال كلهم طبعا عندهم من عنده زكام، عنده كحه، عنده ضيق في النفس او ما الى غير ذلك. الاطباء في حد ذاته بيقول احنا يعني حتى اولياء الامور احنا ادينا لهم علاج ما بيخفوش عليه. الاطباء برضه نفس الانزعاج، ازدحام بالاطفال السن المبكر يعني دول، وكبار برضه كذلك، هو يمكن حتى من سن يوم
ممكن يصاب الإنسان بالمخلاوي لحد سن إلى بعد 60 وما إلى غير ذلك، وده بيكون خطورته إلى حد ما. الأطباء بيقولوا برضو أن العلاجات العادية لا تؤثر مع المخلاوي، ولكن علاجه الأساسي الراحة وحاجة اسمها علاج عرضي. والمخلاوي طبعا دوما من الفيروسات اللي هي بتاعت التهابات الجهاز التنفسي العلوي، وممكن يصل إلى السفلي كذلك في الحالات الخطيرة. حتى احنا ممكن نشوف الأطفال الصغيرين الرضع حتى ضلوعهم بتبان مطرح مع التنفس واضحة جدا. وطبعا يعني بس الأمور بتعدي بسلام وما فيش فيها من الخطورة بمكان يعني. الكورونا بقى طب ممكن بس قبل ما نسيب المخلاوي، هل ده كان موجود قبل كده اللي هو التهاب الشعب الهوائيه واحنا كنا عارفينه زمان بس دلوقتي طلعوا له اي اسم وليكن اسم علم جديد فاحنا اتخضينا مع الاسم، ولا هو ده القديم اللي احنا عارفينه؟ هو الاسم لم يتغير، ولكن انت كان منتشر فعلا في هذه الاونه او من كمان من شهر او اثنين ولا زال، لكن طبعا ده موجود فعلا. احنا كنا بندرسه للطلبه هناك من الستينات بس اسمه لم يكن متداول يعني. متداول 30 سنه اول مره اسمع اسمه. احنا كنا طبعا بنقوله باللغه الانجليزيه يعني، ولكن طبعا الترجمه بتاعته الحقيقه ترجمه يعني صعبه شويه، صعبه حتى مش يعني مش موافقه حتى شكله ولا حتى. طب ازاي الاهل يفرقوا ما بين الكورونا والمخلاوي ونزله برد؟ طبعا احنا قلنا الفرق بين الاثنين، بين الثلاث الاولانيين عرفناهم ان ده كذا وده كذا، ولحد لهم فيه تشابه كبير جدا. والتشابه الاكثر اللي هو الراحه مع شويه العلاجات والحاجات الدافئه وما الى غير ذلك، وعلاج بسيط والامور بتمشي وبتستقر 24 درجه. كورونا بقى فيروس كورونا زي ما بقول احنا الناس بيقولوا احنا خلاص كورونا وداعا لكورونا. انا ما بقولش كده ابدا، ان كورونا طبعا انتهى، كورونا لا زال موجود وسيظل موجود، وكل يوم بيقول البشرية انا موجود. يعني كل يوم حتى راجل يعني بقى الكورونا عامه كل يوم بيطلع بشكل تاني خلاف اللي قبله، وده طبعا وكون ان هو بيطلع بشكل تاني عن اللي قبله ده سر الاصابات اللي انتشار يعني. كل ما الجسم يتاقلم ويدافع عن نفسه ويضيع ويقتل هذا الفيروس يحصل تطورات تانية، يحصل تطورات فبالتالي بيظهر بقى جديد، فبالتالي الجسم المهم بينتشر. كورونا بقى فترة حضانة المرض بتاعته من 4 أيام ل 14 يوم. من 4 أيام ده أول فرق. الفرق الثاني إن هو بيصيب متعدد إصابات الأجهزة، يعني ممكن يصيب الجهاز الهضمي والتنفسي والعصبي وبعض الأوعية الدموية. إذا متعدد كذلك إن هو لا يستجيب له علاج لوحده في علاجاته، حاجة اسمها كذا كذا مثلا عشان الاسم التجاري، هو بيحتاج علاج معين. وكذلك إن هو ممكن بيعمل ضيق التنفس بشكل قاتل زي ما احنا شفنا وعرفنا الرعاية المركزة وما إلى غير ذلك. الحاجة الثانية بقى في فاصل لو انا قلت عليه، لو المريض قال لك عليه من مجرد هو ما يقول انا عندي كذا تقول له انت عندك كورونا ويعزل نفسه. اذا كان بنعمل مسحه، اذا كان المسحه ايجابيه وهو سليم بدون اعراض ده بيعزل نفسه 5 أيام. بنعمل مسحه واذا كان هو مريض بالفعل وعليه اعراض بيعزل نفسه 10 أيام. طبعا هو يقول والله انني ضاعت مني حاسه الشم وحاسه التذوق. اعرف ده يقول والله ان الراجل ده دي ما بتجيش مع البرد بس. لا في ناس يا دكتور بيجي لهم مع البرد. نعم في ناس مع البرد من قبل حتى ما نعرف الكورونا كان بيجي لهم موضوع ان انا مش شامه كويس او مش عارفه ادوق الاكل كويس. هايل جدا وعظيم جدا فعلا. هم احنا كنا بنقول ايام زمان تصدق ان حاسه الشم راحت مني او مثلا حاسه التذوق، ما هو هو كان عنده كورونا، ما هو كورونا موجود، الكورونا موجود من الازل يعني، مش موجود من النهارده او مثلا في الألفية الجديدة، لا ده مو موجود، احنا كنا بندرسه احنا طلبة فطبعا هو موجود. طيب تمام. هذه الأمور كلها طبعا التفرقة بينها من بعض، ولا بد طبعا اللي عنده كورونا لابد ان هو يعزل نفسه، ان حاليا دلوقتي في الإصابة الخفية او بيسموه أوميكرون الخفي، وده اشد انتشارا وشيوعا. احنا في يوم القيامه دلوقتي تقريبا متحور اسمه يوم القيامه. بالظبط يوم القيامه، يعني عارف يوم القيامه عباره عن ايه؟ هو عباره عن متحور لكورونا ظهر في الصين. الصين كانت يعني بعد القيود الصارمة عشان توصل لصفرية
كوفيد 19 وتنازلت خلاص عن هذه الإجراءات. فتنازلت النزول دون او التخفيف عن المواطن في هذه القيود طبعا هو اللي ولد كورونا اللي هو بتاع يوم القيامه. ايه ما كلمه يوم القيامه بقى؟ اولا فتره حضانته عباره عن ما تجيش يوم، يعني يجي النهارده وينتشر على طول، يعني يخش الجسم النهارده ويبدا نشاطه فتره حضانته بتاعته. تاني حاجه ان هو بيهرب من الجهاز المناعي للانسان، فده بدي سر انتشاره. ثالثا ان هو ممكن انتشاره يكون خفي، والخفي ده بيكون اشد عدوى من المريض. المريض قدامه سليم اهو، المريض قدامه عيان ببعد عنه، لكن ده بيكلمني واو لاخره وهو عنده كورونا. فبالتالي طيب التفسير العلمي لان الفيروسات ما بقتش الفتره الاخيره مؤثره بالشكل الكبير، يعني احنا هناخد بالنا طبعا من المنظومه الصحيه في مصر وفي العالم كله، الحمد لله استقرت كتير جدا في دول كتيره، لانه مع بدايه كورونا من وقت ما الفا وبيتا وجاما ودلتا وميكرون كان الموضوع صعب جدا في البدايه، وكان الموضوع بيؤدي للوفاه وكانت حالات كتيره بتموت. انما مع الوقت الفيروس مهما بدا يتحور ويطور من نفسه زي ما بنسمع دايما من الخبراء والعلماء، برضه في النهايه انه غير مؤثر. اولا فيروس كورونا هو عيبه الوحيد عن كل الفيروسات ان هو وحيد من الشفره الوراثيه، الشريط الوراثي بتاعه وحيد. كلمه وحيد يعني اقل غلطه فيه ممكن تبقى مش كلمه وحيد، دي معناها ان الفيروس يعني اي غلطه فيه يتحور على طول، يعني يتغير من شكله، مش من شكله، يتغير من فعالياته، من اي محاوله لمواجهته يتحور على طول. بالظبط كده. الحاجه الثانيه ان الفيروس كورونا او الفيروسات عامه تحورها هي ده طابع فيه، يعني مثلا يعني نقول الطفره بتحدث في الفيروس في الحته اللي عامله زي الاشواك دي بيسموها النتوءات البروتينيه اللي عامله الشوك اللي بيظهر على الفيروس. هذه النتوءات طبعا لما بيحصل فيها الطفره بتغير من نشاطه، وبعدين مش الحاجه الثانيه ان هو بيخليه يعني يكون عظيم اللي هو ينشن على او يعني على مركز اكتر، مركز اكتر على المستقبلات الخليه، يكون جاي المستقبل الخليه على طول زي الطياره ماشي عارفه طريقها. فطبعا كون ان هو اصبح اكثر تحديدا للمكان هدفه ده شيء جميل جدا. ثانيا طبعا احنا بنقول كلما زاد التغير او تحورا كلما بالتدريج بيضعف، يعني دي حاجه علميه ان هو بالتدريج بيضعف الى حد ما، ولكن برضه العلماء اختلفوا في هذا الامر، قال لك ممكن التحور دون يظهر متحور او متغير لا تاخذ لنا به، ممكن يكون يعني كذا وكذا وكذا، وممكن هذا المتحور زي ما حصل اوميكرون. على فكره بالنسبه لحكايه اوميكرون دي معانا كانت حكايه جميله قوي، انا استنى استاذنا يعني في المناعه وغيره. اوميكرون دون انا هم قالوا وحش، انا كنت بقول حلو. ليه بقى؟ الوقت ده كان اول اكتشاف او علاج، والعلاج بالتطعيم او الوقايه بالتطعيم، وكانت الدول الكبرى تستاثر بهذا الطعم، فاصبح عندهم مناعه دون الاخرين، ظنا منهم ان ده شيء مظبوط. بالعكس ده بالعكس، الناس اللي هم مش ما خدوش التطعيم ما هو بيروحوا لهم هناك ويوصلهم الى الحد. لما جه اوميكرون بقى وانتشر على جميع العالم باسرع ما يكون، ادى ولكن بدور الطف مما سبق، فادى كل العالم اللي خد واللي ما خدش المناعه. دكتور دايما الشتاء كمان في حاجات او عوامل بتخلي او بتصعب ادوار او نزلات البرد لو سميناها برد. حابين نعرف تاثير بقى الرياح والاتربه وال يعني والعوامل اللي انت بنشوفها في الجو في الشتاء بالذات على الجهاز التنفسي ايه، وازاي نقي الجهاز التنفسي من هذه العوامل الخارجيه عشان بعد الشر يعني نبقى في ادوار البرد وكده قادرين ان احنا نستحمل. اولا يمكن انا هتكلم كلام ما حدش اتكلمه وما اتفضل. اولا الشمس بيكون بسيطه في الشتاء، وغالبا الناس بيكون في بيوتهم لابدانه والدنيا برد، خدت بال حضرتك؟ كون ان الشمس الانسان لا يتعرض لها بالشكل الطبيعي معناها نقص اشعه بنفسجيه،
معناها نقص فيتامين د. وفيتامين د دول من الحاجات اللي بتقوي المناعه. فيتامين د اللي يعني من تجربتنا حتى مع المرضى كنا بندي فيتامين د كان استجابته لي او شفائه عند ربنا طبعا شفائه بيكون اسرع من غيره. ده رقم واحد. رقم اثنين، دايما الشتاء بيكون فيه رطوبه نسبيا، رطوبه عاليه جنب البرد، جنب انخفاض درجه الحراره. وده من العوامل يعني الى حد ما اللي احنا بنقول الفيروس ممكن يعني بيجد مجال التكاثر بيكون اسرع يعني. الحاجه الثانيه طبعا وجود البرد والرطوبه وتقارب الناس في الشتاء مثلا من ضمن العوامل اللي هي طبعا سر انه في انتشار المرض، بناهيك عن الرطوبه في حد ذاتها بكون محمله بالفيروس اكتر من الجو الجاف. لما يكون في شبوره مثلا او يعني الجو يعني مثلا هنا الجو بارد مثلا او يعني بيكون بخار الميه اللي بنسميه الرطوبه دول بيكون محمل بالفيروس اكتر من غيره. ثانيا حتى دايما الاسطح دايما يكون ملوثه، وما اكثر احنا لمسنا بالاسطح احنا ماشيين مثلا السياره العربيه وهكذا يعني. طيب يعني الشبوره بتحمل فيروسات؟ طب بالنسبه للريح؟ مش الشبوره قصدي يعني البخار الميه عامه اللي هو بيسبب الرطوبه يعني بيسبب اللي هو بيعمل. طب لو في رياح مثلا؟ نعم الرياح بتحمل والرياح فيروسات؟ والرياح طبعا بتحمل التراب الأتربة. لذلك حتى احنا دايما بين الفصول وبعضها دايما بيحصل تقلبات. يعني مثلا احنا داخلين على فصل الربيع وانتهينا اكتر مشاكل. فصل ده بيسبب مشاكل اللي هو فتره انتقاليه. الانسان اول حاجه يعني بدل ما عيب على البيئه عيب على نفسي انا. مجرد ما اطلع اروح البيت اروح اعمل هدومي ومش عارف ايه ومخف على نفسي. طب ما طبيعي يا دكتور انا دخلت البيت على هدومي والبس هدوم البيت. لا ما ده طبيعي. لا بس بنخفف على نفسنا ناهيك عن الاطفال الصغيرين اللي هم يا دوب بيجي من المدرسه يروح قالع هدومه ومش عارف ايه والدنيا حر. هم الاطفال اصلا دلوقتي لما بيلاقوا شويه شمس بينزلوا لابسين لبس الكوره بتاعهم او التمرين شورت وتيشيرت نص كم وبعدين يفضلوا لغايه اخر اليوم الدنيا تبرد عليهم فكلهم عندهم برد. هو عامه الرياضه من ضمن العوامل اللي هي او النشاط البدني من ضمن العوامل المقاومه لجميع الامراض ان شئت فقول يعني. لكن طبعا هو عيبهم ان هم يعني مجرد ما يكون في راحه عندهم هم نشاطهم الجسم طبعا بطبيعه الحال بيبقى حرارته معتدله والاخر ومناعته. لكن هو مجرد ما وقته من الراحه بيجد نفسه ان هو حران ويخلع هدومه مثلا او غيره يسبب التعب يعني. طيب دكتور احمد على ذكر الاطفال، اطفال كثيره في فصل الشتاء بتجيلهم اللي هي الازمات التنفسيه دي. دي ايه سببها؟ هو الازمات التنفسيه بتيجي برضه دايما بين الفصول بين تغير الفصول. بس بقت منتشره قوي يا دكتور دلوقتي بقينا على طول شايفين الاطفال بالجهاز اللي بيدي اكسجين يعني يمكن زمان ما كانش فيه كده. هو عامه في فرق بين الحساسيه وفرق بين نزلات البرد. نزلات البرد احنا اتكلمنا عنها لكن طبعا الحساسيه لها نظام ثاني خالص المره. يعني حاليا دلوقتي احنا مقدمين على شهر الربيع. شهر الربيع طبعا معروف فيه او بمعنى اصح اول يعني خطوه في الشهور اللي هي الدافئه يعني اللي هي يعني مثلا كان شهر رطوبه على راي المثل كانت حرارتها يعني واحد كان لابس بلطو فوق البلطو بلطو صحيح الجو بيبقى برد جدا. لكن طبعا احنا بدانا الى حد ما يعني نتنفس صعداء وفي شمس وفي الى حد ما لكن في طبعا زعبيب امشير. زعبيب امشير الله يفتح عليك. ايه كلمه زعبيب امشير بقى؟ عندنا حبوب اللقاح اذا كان في كل انحاء العالم طبعا الهواء ذات نفسه وحبوب اللقاح طبعا دي على خاص الاطفال الصغيرين بتخش جسمهم او مثلا او لا او الاتربه او غيره وغيره فبينتشر موسم الحساسيه. على خاص طبعا او مثلا بعض الاكلات او الفواكه بتظهر جديد زي مثلا الفراوله مثلا. الطفل طبعا بياكل منها بنهم على اساس انها كويسه وكذا كذا كذا يعني. فممكن من الاسباب الرئيسيه ان هي تعمل عنده حساسيه اللي احنا بنشوفها ويركب الكمامه او غيره وغيره. ولكن طبعا علاجها يعني علاج الحساسيه اصبح يعني حساسيه الصدر بالذات اصبحت يعني مقبوله والشفاء منها يعني كتير جدا يعني. بس هو اللي انا بلاحظه ان يعني لو احنا التهاون اثناء فصل الشتاء
مع الزكام ان احنا نهمل او مثلا ما نكترث بيه ونطلع مثلا هنا او هنا او هنا دون اخذ علاج جدي، طبعا الزكام جيوب انفيه، وما ادراك ما جيوب انفيه. صحيح. اي تغير في درجات الحراره او غيره وغيره طبعا له اثره الشديد جدا وبيعمل حساسيه لدرجه الانسان ما يبقى يعني دايما تحت مظله العلاج ومضادات الحساسيه. نشكرك يا دكتور، كل الشكر ليك. يعني على كل حال يعني لازم كلنا ناخد بالنا على قد ما نقدر، ما فيش مهرب من يعني نزلات البرد اكيد في فصل الشتاء، لكن مهم ان احنا نتابع وناخد بالنا كويس قوي من التغيرات دي عشان اكيد نبقى بصحه افضل. كل الشكر ليك دكتور احمد شاهين، استاذ الفيروسات بجامعه الزقازيق. شكرا ليك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا فندم. دلوقتي مشاهدينا هنروح لفصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. مكملين كلام كمان عن الساحرة المستديرة، والنهاردة الأهلي هيقابل فلامينجو بطل البرازيل في كأس العالم للأندية على المركز الثالث والرابع. الأهلي كان خسر من ريال مدريد في قبل النهائي، وفلامينجو خسر من الهلال السعودي. كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة إن شاء الله، هنتابع وراكم يا رجالة إن شاء الله تعملوا مباراة حلوة جدا وتكسبوا. كمان الزمالك خسر في افتتاح مشواره بدوري أبطال أفريقيا قدام فريق بلوزداد الجزائري بهدف نظيف. خلونا نتكلم أكتر مع عبد الحميد فراج الناقد الرياضي اللي منورنا في استوديو. صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا بسنت. صباح الخير يا محمد. سعيد ان انا في ضيافتكم النهارده. يا اهلا بيك. قبل ما نتكلم عن استعدادات الاهلي بشكل خاص، خلينا نسلط الضوء شويه على المنافس فلامينجو. فلامينجو البرازيلي طبعا من الفرق المميزه جدا والفرق القويه ومن فرق القمه في القاره الافريقيه، بس مش بس في القاره الامريكيه، بس مش بس في البرازيل. وزي ما استعرضنا كده في المؤتمر الصحفي كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد لما اتكلم على البطوله بشكل عام واتكلم على المنافسات وبيحترم فريق الهلال السعودي، كذلك المدير الفني للفريق البرازيلي بيتكلم بشكل طيب جدا على مواجهه النادي الاهلي، لان هم عارفين ان ديت بطوله بتجمع ابطال القارات او ممثلي كل قاره. فريق فلامينجو كان مفاجاه بالنسبه لنا ان هو يخسر من الهلال السعودي، لان كان الترشيحات كلها بتقول ان هو الاقرب للتاهل للمباراه النهائيه، ولكن يعني الحمد لله الممثل العربي للكره السعوديه والكره الاسيويه لفريق الهلال السعودي بمحترفيه وبالعناصر الموجوده عنده قدر يفوز، ونتيجه طيبه ونتيجه كبيره 3-2، قدر يحقق نتيجه جيده. ولكن ده ما يقللش ابدا من فريق فلامينجو اللي عنده عناصر كويسه على المستوى الفردي، اللي عنده قدرات بدنيه وقدرات فنيه كبيره جدا. الفرق البرازيليه عموما او الفرق اللي في قاره امريكا عموما دايما الشكل العام بتاعها هو شكل لعب الكرات الجميله او الكره القريبه واللي احنا بنحبها بشكل عام، التنقل بالكره بشكل كويس، الفريق بيتحرك كله كوحده. اعتقد ان مارسيل كولر درس الفريق ده بشكل جيد، وتحديدا مباراته مع الهلال السعودي خلته يقدر يبص على الفريق اكتر واكتر. ولكن الاداء اللي ادى بيه النادي الاهلي امام ريال مدريد يخلينا برده مطمنين ان هيبقى المباراه كتف بكتف، ونقدر نقول 50-50، مفيش فريق يعني ليدنج عن التاني. طب بما انك بتتكلم على كولر دلوقتي، تفتكر انه هيلعب بنفس التشكيله بتاعت مباراه ريال مدريد ولا هيغير؟ اتخيل ان اهم تغيير ممكن يعمله او الفكره اللي كل الناس اتكلموا عنها كمان بعد المباراه وجود حمدي فتحي من العناصر بلغه الكره كده، ما ينفعش يقعد دكه، لازم يبقى في عمق في وسط الملعب بثلاثي في وسط الملعب. مع احترامنا الكامل لمجدي قفشه والادوار الهجوميه اللي ممكن يقوم بيها، ولكن فكره ان انا بخلق عمق بثلاثي في نص الملعب اليديانج وحمدي فتحي والسوليه بيعمل ترابط بين الخطوط في الموجود ديت، ودي هتبقى مهمه جدا في مباراه زي مباراه فلامينجو النهارده. عشان كمان خلينا نعترف وخلينا نتفق ان الكره الامريكيه والكره الاوروبيه افضل بكثير من الكره في افريقيا وفي اسيا. في نماذج بتظهر بشكل يعني كويس وبشكل فردي زي الهلال في اسيا زي الاهلي في افريقيا، ولكن لسه يظل الفارق الفني والبدني وفارق لعب الكوره وفارق شخصيه البطولات اللي زي ديت. دي بطوله تعتبر بطوله عالميه ومحفل عالمي وبتضم كل القارات. اعتقد ان مهم جدا النادي الاهلي يخلق العمق ده في وسط الملعب بجانب وجود عناصر بتمسك الكوره، يعني ممكن حسين الشحات يبدا، ممكن احمد عبد القادر او طاهر يبقى موجود. مش هيبقى في خلاف قوي على مركز راس الحربه الا لو رجع تاني لفكره كهربا المهاجم الوهمي، وديت برده هتزود شويه في فكره ترابط الخطوط ان اللعيبه كلها تبقى قريبه من بعضها، واعتقد ده برده ممكن يكون حل افضل لمارسيل كولر. طيب ده عظيم جدا. فنيا النادي الاهلي عامل ازاي؟ يعني احنا شفناها في مباراه ريال مدريد
رحيم يعني في اخر دقائق هي المشكله كلها كانت في اخر دقائق يعني صحيح. هو لحد دلوقتي 88 وانت متماسك و 2-1 وقريب 2-1 حتى لو النتيجه خلصت كده وانت خسران من ريال مدريد 2-1 بالمناسبه كانت اقوى من المباراه اللي لعبها الاهلي مع بايرن ميونخ مزبوط. في 2021 ومضيع فرص كبيره صحيح. فمستوى الاهلي فنيا عامل ازاي؟ يطمن شويه نسبيا لجمهور النادي الاهلي، بس زي ما قلنا ده ما يخليش ان يرتكن لان في اداء جيد واداء كان طيب قدام ريال مدريد فخلاص المباراه سهله. فلامينجو مش منافس سهل ابدا. النادي الاهلي مش بس في الدقائق الاخيره او مش بس ان النتيجه كانت قريبه وكانت 2-1 واتخطف في اخر الوقت الاضافي لانه فتح هجومه او هاجم على امل التعادل، فطبعا بخبرات ريال مدريد بس المباراه كان من اولها يا محمد الفكره ان النادي الاهلي كان لازم يخرج من الشوط الاول 0-0. الهدف اللي جه في الدقيقه 42 وخطا من متولي والكلام ده كان محتاج ان كولر والتركيز، وديت نقطه برده لازم نعالجها عند كل اللعيبه وكل الفرق. اللاعب المحترف بره بيبقى مركز طول ال 90 دقيقه، مش مجرد ان انا قربت من المباراه تخلص فخلاص بيفقد تركيزي وبفقد الاولويات الفنيه اللي انا بأديها في الملعب، لا كل الكلام ده لازم يكون موجود على مدار لحد ما الحكم بيصفر في نهايه المباراه. النادي الاهلي كان ظاهر بشكل طيب، كان واخد المباراه ديت باستعراض ان هو يقدم نفسه ويقدم الكره المصريه والكره الافريقيه بشكل طيب، لان هو كان حديث العالم كله وكل الصحف الاسبانيه كانت بتبص على المباراه ديت. فالنادي الاهلي لا فنيا بشكل طيب، اتمنى ان هو حاله الحماس والشغف في البطوله ديت ما تقلش في مواجهه فلامينجو لان هيبقى انجاز كبير. هسألك يعني اللعيبه لما احنا اتفرجنا على المباراه مع ريال مدريد شفنا لعيبه في اول مباراه بنفس المستوى صحيح، جم في الاخر شويه تركيزهم قل بقى، انا ما اعرفش الدروب حصل ايه يعني، فجاه لقينا جونين ورا بعض دخلوا صحيح. هل نفسيه اللعيبه النهارده ممكن تبقى منخفضه بسبب اللي حصل في ماتش ريال مدريد؟ لا خلينا نقول ان ده بطل اوروبا يعني مش بيخسر من فريق قليل، وكان بالمناسبه السيناريو السنه الماضيه وبرضه خساره من بايرن ميونخ، بس بعد كده النادي الاهلي قدر يحقق البرونزيه في النهايه، وده المطلوب. النادي الاهلي بيسطر تاريخ لنفسه قبل اي حاجه ثم للكره المصريه، بيشارك في نصف النهائي لمرات متكرره المره الخامسه ديت، بياخد فرصه ان هو ياخد للميداليه البرونزيه المره الرابعه في تاريخه، وده هيكون انجاز كبير. اعتقد ان النادي الاهلي قادر على ان هو يقدر يحقق دوت ويعمل اسم تاني واضافه تانيه، لان ده بيساعد جدا يا شاذلي في القيمه التسويقيه للنادي الاهلي صحيح. بيساعد جدا ان هو بيعتبر ان المشاركه في مونديال الانديه دلوقتي بقت زيها زي مشاركه دوري ابطال افريقيا، وان انا بحاول احقق كمان انجاز كبير، وده امر بنتمناه ان شاء الله يستمر في الفتره اللي جايه. في بدايه انضمام محمد مجدي قفشه ومحمد شريف قالوا ان هم ثنائي متفاهم في النادي الاهلي، وكانوا برضو مما لا شك فيه كانوا عاملين حاله في النادي الاهلي اول ما جم. مع الوقت بدا الريت ينزل لحد ان البعض خلال الفتره اللي فاتت كان بيوجه لهم انتقادات صحيح. كبيره جدا، وبيربط الموضوع بوجهه نظر كارلوس كيروش ان هو كان مستبعدهم من المنتخب، يقول الراجل كان عنده حق. هل فعلا هو كان عنده حق، ولا هل دي ازمه بيمر بيها اللاعب زي اي لاعب في العالم ممكن يمر بازمات، باوقات يكون متالق واوقات تانية يكون مش احسن حاجه؟ برافو عليك. في الجزء الاخير ده كمان ضيف عليه جزء العامل النفسي، هي موضوع فعلا المنحنى بتاع اللاعب، التصاعد والهبوط ده بشكل طبيعي بيمر بيه اي لاعب، ومش بس الاثنين دولت، ده في ثنائي كان من اهم نجوم النادي الاهلي في الوقت الحالي وخصوصا في بطوله كاس العالم للانديه، محمد هاني وحسين الشحات في الجبهه اليمين، وكانوا بيتعرضوا لانتقادات اكبر من كده. في نادي الزمالك كان تعرض يوسف اماما لنفس الفكره ديت، ولما راح احترف في السعوديه ظهر وتحرر، وشكل اللاعب لما بيتعرض لضغوط نفسيه هنا بقى درجه تقبل اللاعب ودرجه ان هو يتخطى المرحله دي ازاي. الجمهور بينتقدني او ان في بعض الاراء بتنتقدني او بستبعد من المنتخب، اكيد بمر بمرحله فكره انعدام اتزان، فكره ان انا مش قادر اتخطى المرحله ديت، بس بعد كده المحترف بقى والفكر الاحترافي هنا هو ده اللي يقدر يتخطى الجزء دوت، والعقليه بتاعته يقدر يتخطى الجزء دوت ويبدا يرجع من تاني للمستوى الفني. ثنائي جيد جدا، هي الفكره بس في ان مع تغير الاجهزه الفنيه ومع تغير المديرين الفنيين، في مدرب مثلا ما بيعتمدش قوي على مركز 10 او بيعتمد في توظيف قفشه بشكل مختلف، لما بيرجع مدرب تاني بيديله الاريحيه وبيديله فرصته في الشكل فبيبدا يرجع تاني يتقاضى. في مدرب بيحتاج المهاجم اللي بينزل تحت شويه او بيقوم بدور الجناح، وفي واحد بيحتاج المهاجم اللي هو زي ما بيقولوا كده راس الحربه المتقدم فقط ما بينزل. فهي الفكره برده مع تغير المدربين سواء كان موسيماني ثم من بعده كولر وبعد كده في فتره من الفترات مرحله انتقاليه باجهزه مصريه، كل الحاجات ديت بتغير من مستوى برده اللاعب.
فنقدر نقول الجزء النفسي والعقليه بتاعت اللاعب واختيارات المدير الفني هي ديت اللي بتتحكم في رتم اداء اللاعب ما بين الصعود والهبوط. بس هو ثنائي طبعا ثنائي مميز جدا، واعتقد وجودهم في النادي الاهلي اضافه. السوليه يعني هنعوض اصابته ازاي؟ شوفي هقول لك على حاجه، هو عمرو السوليه من العناصر الجيده جدا والعناصر المميزه في النادي الاهلي. لو ما قدرش يشارك في المباراه اليوم هيعتمد على حمدي فتحي واليو ديانج، هيعتمد بشكل اكيد على قفشه يكون اللاعب الثالث بتاعه. فاعتقد ده الحل المنطقي والاقرب في مباراه زي دي. طيب التشكيل المتوقع للنادي الاهلي النهارده هيكون ايه؟ مش هيختلف كتير، هيبقى برضه بيعتمد على محمد عبد المنعم ومتولي في قلبي دفاع، محمد هاني ومعلول، طبعا الشناوي لا خلاف عليه في حراسه المرمى. الثنائي او الثلاثي على حسب زي ما قلنا جاهزيه السوليه حمدي فتحي واليو ديانج، والجناحين هو بس التركيبه بتاعت كولر هي فكره الجناحين. هيعتمد على الشحات وعبد القادر، ولا ممكن يرمي بيرسي تاو في وقت معين، ولا ممكن يبقى فيه طاهر. حتى عبد القادر كانت نايمه خالص في ماتش ريال مدريد. دي حقيقه. كان في بعض زي ما قلت لك، هقول لك على حاجه، هو مع تغير المنافس ومع تغير الماتشات بيبقى فيه ما بين صعود وهبوط في مستوى المهاجم. انا بشكل شخصي اتخيل انه ممكن يدفع بكهرباء، بس برضه محمد شريف ممكن جدا يكون ورقه. يعني هي ما بين الجناحين والهجوم هو ده اللعب في تفكير مارسيل كولر. باقي العناصر هتكون ثابته ما لم يعتبر ان المباراه ديت مباراه اخيره واحتفاليه وكرنفاليه، فابدا ادفع بعناصر ثانيه. ديت بقى هتبقى متغير كبير جدا بقى لو شفناه في مارسيل كولر. طب خلينا نروح بقى لنادي الزمالك، وعايزين نعرف ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك وايه سبب الخساره امبارح. مش امبارح، نادي الزمالك بيعاني من 2023. لكن انت تتخيل نادي الزمالك على مستوى الدوري، كاس مصر، بطوله افريقيا، من إيه اول مره يعني ايه سبب الخسارات المتتاليه؟ لا في طبعا ازمه كبيره، ازمه كبيره على كل الاصعدة، بدايه من مجلس الاداره، الناس القائمه على فريق الكوره، الجهاز الفني واللاعبين نفسهم، غياب بعض العناصر، التفريط في لاعب زي امام عاشور وهو كان من اهم المحاور اللي بيعتمد عليها نادي الزمالك. في حاله من حاله مش عارف نقول ايه، يعني اللعيبه ما بقتش عندها الروح والحميه اللي تدافع بيها عن تيشيرت نادي الزمالك، وتدافع بيها عن الجمهور اللي بيحضر موجود في كل المباريات، واللي برغم النتائج السلبيه محليا وافريقيا الا ان هو بيساند اللعيبه، الى ان هو وصل لمرحله ان هو يعني مش عارف يعني يعمل ايه تاني اكتر من كده. فلا، في حاله غريبه جدا في نادي الزمالك، لازم ليها علاج، ولازم ليها يحصل عمليه ثوره تغيير كامله جوه النادي، على الصعيد الاداري، على الصعيد الفني، على صعيد اللاعبين نفسهم، لان ده لا يرضي ابدا طموحات جمهور نادي الزمالك زي ما قلنا على الشأن المحلي او للشأن الافريقي. احنا الزمالك بيكرر السيناريو للموسم الثالث على التوالي في دور المجموعات في افريقيا، بيعقد حساباته من اول جوله. الزمالك هو اللي بيعقد حساباته على نفسه، وبيصعبها على نفسه من اول جوله. يعني المفروض الطبيعي في وجود شباب بلوزداد وفي وجود المريخ وفي وجود الترجي، هي اصلا مجموعه صعبه، فانت لازم تستغل التسع نقط بتوع ملعبك. فلما بتلعب على ملعبك واول مباراه واول جوله لازم تاخد ثلاث نقط، بتخسر او بتتعادل زي السنتين اللي فاتوا، فبتعقد الحسابات على مدار الست جولات. اتمنى ان شاء الله نادي الزمالك يتخطى الكبوه ديت، بس زي ما قلت هو بحاجه لثوره تغيير شامله جوه النادي، المشاكل اللي حصلت، الازمات، موضوع تغيير المدرب ورجعوه تاني بعد كام يوم. عشان كده بعض يقول ان تغييرات كتير هي دي اللي عامله المشكله. هو تغيير فيريرا كان ربما تكون وصلت لمرحله ان هي وصل لاخر ما قدمه فيريرا مع نادي الزمالك، وكان وجب رحيله. فحتى لو كان قرار رحيله 50% خطا او 50% صواب، فقرار عودته هو اكيد 100% خطا. مش منطقي ان انا امشي مدرب وبعد ست ايام ارجعه بداعي ان في مبادره وان انا هلم الشمل. طب الكابتن، يعني المفارقه حتى الغريبه ان المباراه الوحيده اللي فاز فيها نادي الزمالك في 2023 هي مباراه فيوتشر في الدوري اللي قادها الكابتن اسامه نبيه. باقي المباريات ما بين تعادل وخساره في قياده جيسوالدو فيريرا. مش تقليل من فيريرا، ولكن هو في تركيبه غلط في نادي الزمالك، عشان كده احنا بنقول في ضروره التغيير وجبت دلوقتي على كل الاصعده، واتمنى ان ده يحصل في نادي الزمالك. حتى على مستوى اللاعبين لازم يتم الدفع كمان بعناصر من الشباب. خلاص الميركاتو الشتوي اتقفل، وخلاص مفيش صفقات، حتى الثلاث صفقات اللي جت لحد دلوقتي ازمه القيد مش معروف لها حل هيوصل لايه. فلازم يحصل تغييرات كتيره جدا في نادي الزمالك لمحاوله استعاده الفريق تاني للمستوى اللي يرضي جمهوره. طيب سريعا تقييمك لمباراه الامس فنيا. لا، مباراه طبعا ضعيفه من نادي الزمالك، زي ما قلنا نادي الزمالك خرج من المباراه ديت بخساره، خرج من المباراه ديت بمزيد من الاحباط عند جمهور ان هو مش قادر. هل كانت المباراه في المتناول؟ كان من الممكن ان هو يظهر في اكثر. بالمناسبه برضو في اخطاء فنيه، فكره اللعب في الاطراف من جيسوالدو فيريرا، عمر جابر، لا سيد نيمار، لا انا هودي ده هنا، لا هعمل كده، وام دافع بمحمد طارق في مباراه افريقيه زي ديت.
ربما ما عندوش سكواد يساعده في القصه ديت، ربما القايمه مش مساعده ان هو يرمي الاوراق تكتيكيه في الملعب، ولكن في النهايه اخطاء فنيه، اخطاء من اللاعبين، ما فيش روح نتج عنها الخساره وتعقيد امور الفريق في مشوار. شكرا لك طبعا على كل هذه التفاصيل. الناقد الرياضي عبد الحميد فراج، شكرا جزيلا لك. اشكرك، شكرا جزيلا. مشاهدينا هنسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز لاهم واخر الانباء مع لميا. تفضل يا لميا. شكرا لك يا بسنت. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رؤساء البرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي. يأتي ذلك حسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، واوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الاتصال تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة، وتأكيد الحرص على دفع التعاون المشترك على الصعيد الثنائي في مختلف الجوانب، لا سيما في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، فضلا عن مواصلة التشاور السياسي المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا إلى نحو 25 ألف قتيل وحوالي 80 ألف جريح في حصيلة مرشحة للارتفاع. في تركيا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى أكثر من 20,600 ألف قتيل، وأعلنت أيضا أن 93 ألف شخص تم إجلاؤهم من المناطق المنكوبة بالزلزال جنوبي البلاد، بينما ارتفع عدد ضحايا في سوريا إلى أكثر من 4,000 قتيل. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد المشردين في سوريا ارتفع بعد الزلزال إلى 5,300,000 شخص، هذا وتواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث عن ناجين ومفقودين تحت الأنقاض. حذرت السلطات الأوكرانية من تهديد محتمل بشن هجوم بطائرات مسيرة في العاصمة كييف، وحثت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية السكان على البقاء في أماكن آمنة حتى انتهاء إنذار الغارات الجوية، وانطلقت صافرات الإنذار من الغارات الجوية في مناطق عدة داخل أوكرانيا في ظل تصعيد روسيا لهجماتها على البلاد. أعلن البيت الأبيض أن القوات الأمريكية أسقطت جسما طائرا حلق مرتفعا فوق ولاية ألاسكا، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الجسم المجهول سقط بالقرب من الجزء الشمالي الشرقي من ألاسكا بالقرب من كندا، وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تلقت تنبيها لأول مرة بشأن هذا الجسم، وأوضح كيربي أن الجسم المجهول بحجم سيارة صغيرة، متوقعا استعادته بعد هبوطه في المياه الإقليمية الأمريكية. And they did, and it came in. يستضيف الترجي التونسي اليوم نظيره المريخ السوداني في إطار منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان فريق الزمالك قد خسر من ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة ذاتها. بهذه النتيجة يتذير الزمالك ترتيب المجموعة التي يتصدرها شباب بلوزداد حتى الآن. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونستكمل باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. بنفكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، لو جوزك نسي مهمة أو مناسبة مهمة بالنسبة لك هتعملي ايه؟ في انتظار طبعا تعليقات حضراتكم على سؤال حلقتنا الموجود على السوشيال ميديا، عشان بكل تأكيد هنستعرضها في حلقة النهاردة. الشهر ده احتفلنا باليوم العالمي للإنترنت الآمن،
الانترنت اصبح طبعا بكل تاكيد محدش يقدر يستغنى عنه في كل حاجه، لا في شغل بقى ولا في بيت ولا حتى في اي حته بنروحها بنعتمد اعتماد شبه اعتماد كلي على الانترنت. ومع استهلاكنا الدائم والمتكرر لهذا العالم دايما بنقع او بتقع اسئله كتيره جدا واحنا بنستخدمه، ازاي نحافظ على معلوماتنا، ازاي يكون في امان لمعلوماتي الموجوده. كل حاجه بنستخدمها بالمناسبه كمان على السوشيال ميديا او في اي منصه من المنصات الرقميه بنتعامل بباسورد، كلنا عندنا الباسورد ده، ازاي نقدر نحافظ على ان هذا الحساب سواء كان حساب بنكي او حساب على مواقع التواصل الاجتماعي انه لا يتم اختراقه، ازاي نامن خصوصياتنا عليه. اسئله كتيره هنتعرف عليها دلوقتي مع ضيفنا الاستاذ محمد عزام عضو مجلس اداره الجمعيه الدوليه للتكنولوجيا لاداره التكنولوجيا اللي منورنا. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير على حضراتكم يا فندم. يا اهلا بحضرتك. ازاي حضرتك يا فندم؟ صباح الخير على حضرتك يا فندم. يعني خلينا الاول نتكلم ازاي الشخص يقدر ان هو يامن الحسابات بتاعته بكلمات مرور فريده. دايما عندنا اول حاجه دلوقتي باسوردز كتيره قوي زي ما الاستاذ لي قال، احنا عندنا باسورد للبنك، عندنا باسورد للفيسبوك انستغرام، دلوقتي بقى في تيك توك، في حاجات كتيره جدا. ازاي وكل حاجه بتطلب منك سترونج باسورد، يعني كل ابلكيشن من ده بيطلب منك الباسورد بتاعك يبقى قوي شويه. ازاي نبتدي نعمل الباسوردز الفريده من نوعها دي في نفس الوقت ان ما تبقاش سهله ان حد يخترق حساباتنا؟ طبعا دي مشكله كبيره جدا بتواجه ناس كتيره جدا. اختراق الحسابات عن طريق الباسورد احنا دايما محتاجين ان احنا نفتكر التوليفه اللي احنا بنعملها من الباسورد او كلمات المرور ونكتبها في حته امنه حقيقه. وهو النهارده الابلكيشن بتسمح لنا بايه؟ كمان بيطلق عليها الدبل اوثنتيكيشن او الفكره ان انا بتاكد على درجتين من الامان، ان هو مثلا عن طريق الباسورد اول واحده وبعد كده بيجي لي رساله مثلا على الموبايل بكود مره واحده بستخدمه. والاتجاه كمان ان احنا نصل الى فكره ان الابلكيشن تبقى بتتعرف بالخصائص البيومتريه الى زي بصمه الوجه زي بصمه الاصبع، الى ان التكنولوجيا بتتطور حقيقه. احنا مقبلين على الجيل الثالث من الانترنت وده هيغير لنا مفاهيم كتيره قوي، هيغير لنا مفاهيم بتاعة الأمان، هيعلي مفاهيم الأمان اللي هو معتمد على تكنولوجيا أكثر تعقيدا اللي هي مطلق عليها تكنولوجيا البلوك تشين اللي هي قائمة على توزيع المعلومات على كمبيوترز كثيرة جدا. أنا بيبقى معايا كي وفي كي تاني بيبدأ يندهوا بعض ويكلموا بعض. بنتكلم على ما يطلق عليها السمارت كونتراكتس او العقود الذكيه اللي بتشتغل اوتوماتيك، بنتكلم على حاجه اسمها الديسنترلايز اتونومس اورجانيزيشن اللي هي برضو قائمه على فكره ان انا بيبقى عندي مجموعه من القواعد بتتفعل اوتوماتيك. والكريبتو كرنسيز والحاجات العظيمه دي. انا يعني في التكنولوجيا محتاجاك معايا تفهمني بالراحه يعني قولها لي بالراحه عشان انا بشوش عليا حاجه عشان انا بصراحه يعني بتعرض لمواقف كتيره قوي ليها علاقه باختراق الحسابات، فعايزه اعرف منك براحه ازاي احمي حساباتي وفهمني من الاول، يعني انا عايزه اعرف. بص ست كل، هو الموضوع بمنتهى البساطه ان انا دايما محتاج ان انا اقوي طريقه الباسورد بتاعتي. بحط فيها ارقام، حروف كابيتال وحروف سمول، بحط فيها الحروف الخاصه زي علامه الاستفهام، علامه الهاش، علامه الات، بحيث ان هي تبقى الكومبينيشن او التركيبه صعبه ان حد يخترقها حتى لو هو عمل عليها. هو اللي بيخترق الحساب ده اصلا بيفكر او بيجاس في الباسورد ده، بيجاس الباسورد ايه فبيكتبه ولا ايه اللي بيحصل؟ عن طريق ابلكيشنز بتعمل الكلام ده. اوكي. هو بيعمل مجموعه من الترايلز على ابلكيشنز معينه. وطبعا هو بيبقوا الهاكرز اصلا في منتهى الذكاء حقيقه، وهم بيبقوا عارفين الثغرات الموجوده في المواقع الالكترونيه وبيعرفوا ازاي يخترقوا هذه المواقع من هذه الثغرات. ان فكره ان احنا نصل الى 100% امن سيبراني دي مستحيل. انما احنا دائما في تطور هذا الموضوع وان التكنولوجيا بتقابلها تكنولوجيا. وبالتالي احنا لما بنتحرك في اتجاه لزياده فعاليه تامين الحسابات
خصوصا دي مشكله عالميه، احنا بنتكلم على دي مشكله ليست على مستوى الافراد، على مستوى الدول وعلى مستوى الشركات. احنا بنتكلم على خسائر الاختراقات الالكترونيه في العالم حوالي 10.5 تريليون دولار، يعني تقريبا 10% من الناتج القومي العالمي. فهو موضوع مش سهل خالص حقيقه، وهو على راس اهتمامات الدول والحكومات والشركات الكبرى. عظيم. وبيتصرف فيها مبالغ كبيره جدا. اذا مهما كانت قوه الباسورد برضو مش هيبقى عاصي تماما على الاختراق، في برضو 100% مستحيل. لكن في نسبه عاليه، ودي حاجه كويسه. احنا دلوقتي بنتكلم على السترونج باسورد وازاي بيكون صعب وكده، وكنت بتكلم مع حضرتك قبل الهوا ان انا لو قعدت اكتب الحاجات دي على الموبايل، طب ما هو الموبايل كمان هيتم اختراقه، فبالتالي هيدخل يشوف بقى الفيسبوك، ادي الاكونت بتاعه، فانا كده جمعت له كل حاجه حاططها له في مكان واحد، فانا سهلت عليه. احلى هديه. فانا سهلت عليه. طب انا دلوقتي اتعامل ازاي؟ اكتبها في ورقه مثلا؟ ممكن ابلغ مثلا حلو. ممكن مثلا حد يبلغ مراته مثلا بالباسورد تكتبها هي عاده، طبعا بتاع الحسابات البنكيه، يعني خليك في الحاجات اللي هي العاديه اللي تقدر تتعامل معاها، الحسابات البنكيه دي على جنب. ممكن نبلغها مثلا هي تسجلها هي عندها وانا اسجل حساباتها عندي مثلا. بص، هو لازم نرجع الوسيله تكون مريحه لحضرتك، علشان بالنسبه لي الورقه والقلم دي حطها في ورقه وقلم وحطها في مكان، بحيث ان وفعل خاصيه التاكيد المزدوج، فعل ارفع كل في الحساب بطريقه ان ما حدش يخترقها. انما هو انت بتعلي الامكان او بتصعب الوصول الى الحساب، ان هو ده، انما لا يلغي فكره ان ممكن يتم اختراق. ان احنا بنشوف اختراقات على مستوى الحسابات الموثقه الرسميه، حتى على مستوى حسابات رؤساء دول ورؤساء حكومات ومواقع على في حجم موقع وزاره الدفاع الامريكيه. فاحنا الامور هي في حرب مستمره بين الجانب الجيد من التكنولوجيا والجانب الغير جيد من التكنولوجيا، ودي حرب مستمره الى الابد. علشان كده احنا بنحب نوعي الناس. الوعي هنا مهم قوي، ان اغلب المشاكل بتيجي من ان الناس بتتبرع بالمعلومات بطريقه حقيقه ممكن تبقى عن غير قصد، عن عدم درايه، عن فكره ان بيثق في الناس من غير الشخصيه الافتراضيه اللي قدامه ده بيفتكرها ان هو شخصيه حقيقيه وموثوق فيها، ويبدا يتبرع بالمعلومات او بيدوس على لينكات قد تؤدي الى مواقع تسبب له مشاكل. فهنا الوعي هنا موضوع من المواضيع المهمه جدا، ويمكن علشان كده تم جعل يوم 9 فبراير هو اليوم العالمي للانترنت الامن والاستخدام الامن والاستخدام الايجابي للانترنت. ان زي ما حضرتك تفضلت، احنا من غير الانترنت احنا بنرجع الى القرن 19 حقيقه، في قرنين من الزمن هيقعوا مننا. فعدم استخدامه يعني شيء مستحيل حقيقه في هذا العصر، ان هو بيضيف لكل حاجه، والتكنولوجيا جانبها الايجابي اكبر بكتير جدا من جانبها صحيح. السلبي. ودي طول عمرها كده حقيقه، وهي السبب الرئيسي لتطور اي مجتمع واي دوله واي فرد. من غير التكنولوجيا تبقى في مشكله كبيره جدا. طيب احنا مع ان لسه الابلكيشنز دي عامله او بتعمل اللي عليها ان هي تحمي حسابات المستخدمين من انك تدخل اكتر من طريقه للتعرف عليك غير الفيس ريكوجنيشن والحاجات دي كلها، كمان في رقم التليفون والايميل، الا ان ناس لسه بتعرف تخترق الحسابات دي وبتاخد رقم التليفون بيوصل لها عليه الاكواد. ده بيحصل ازاي؟ يعني ايه اللي بيحصل هنا؟ رقم التليفون ده بتاعي انا، ازاي بيوصل له هو الكود؟ بيتلاعب بالمنظومه كلها، وبيعمل نوع من انواع المحاكاه للمنظومه الحقيقيه بتاعتك. وبالتالي هي كل المعلومات بتجيله. واحنا شفنا مثلا كان في حادثه شهيره في تويتر من اسابيع قليله، بنتكلم على 50 مليون حساب تم اختراقهم، واحنا بنتكلم على شركه ثمنها 44 مليار دولار هي المصدر الرئيسي للمعلومات للبشر النهارده. بنتكلم على الواتساب، حصل فيه حوالي 500 مليون بيان شخصي للمستخدمين تم تسريبهم، وتم عرض ارقامهم على المواقع السوداء او ما يطلق عليها الدارك ويب للبيع. فهي التكنولوجيا بتتطور، والهاكرز او الاختراق بيتطور معاه، والتكنولوجيا دايما بتسبق بخطوه وبعدين بيتم اختراقها، وهي مرحله لن تنتهي والعالم كله بيعاني منها.
حقيقه. وبقت الدول عندها النهارده استراتيجيات للردع السبراني، وده مفهوم جديد حقيقه ما كانش موجود من 10 15 سنه. فالامر ليس بهذه السهوله على مستوى الحسابات الفردية، ممكن الواحد يتأذي منها. فما بال حضرتك بقى على مستوى الحسابات الرسمية يعني كان في حادثة شهيرة جدا برضو على تويتر، ان في شاب عنده 16 سنة اخترق حوالي 150 حساب موثق، منهم حساب الرئيس الامريكي الاسبق باراك اوباما، وبدأ يطلب من الناس فلوس عن طريق العملات المشفرة. ولما الـ FBI والمباحث الفدرالية قبضوا عليه، لقوا ان هو شاب صغير جدا، وبيسألوه انت عملت كده، قال لهم انا كنت بتسلى. فهي الموضوع في صراع مستمر لن ينتهي. ما دام عندنا الاستخدام الجاد هيبقى عندنا الاستخدام الضار والسيء، وهو العيب مش في التكنولوجيا، العيب في استخدامات البشر في هذا الموضوع حقيقه. فما نقدرش نلوم التكنولوجيا، ولا نقدر نقول للناس نخوفهم من ان احنا مستخدمين التكنولوجيا، ان البديل هو الانتماء الى القرون الوسطى حقيقه. طب احنا اتكلمنا في انه لو الحسابات تم اختراقها على مستوى الافراد العاديين اللي زينا، حساباتهم على السوشيال ميديا، كلنا بنحط صور على السوشيال ميديا، ودي الهاكرز مش محتاج ان هو يخترق الحساب ده، انا الصور موجوده قدامه، هل في اي طريقه ان انا اقدر احمي هذه الصور من انه يتم استخدامها بشكل خاطئ؟ هل في يعني هل ده مثلا مبرر للناس اللي بتعمل كلوزد بروفايل مثلا على الفيسبوك، فبالتالي يكون في محدوديه التواصل على من خلال الاكونت بتاعهم؟ دي مشكله كبيره جدا ودي يمكن بتواجه كمان الناس المشاهير، وبتواجه الناس اللي شغالين في العمل العام، وحتى الافراد العاديين. حقيقة الأمر إحدى الوسائل طبعا أن أنا أقفل البروفايل بتاعي أو الملف الشخصي بتاعي، إنما هنا بيجي بقى دور التشريع. دور التشريع في حالة الاستخدام السيء لمحتوى على الإنترنت، القانون هنا بيجرمه، والعقوبات بقت مغلظة جدا. وإحنا في مصر عندنا قانون لحماية البيانات الشخصية، وعندنا قانون للجرائم الإلكترونية، ومصر من الدول اللي قطعت شوط في هذا الموضوع. فهي هو العمل هو هنا الرد الفعل الطبيعي هيكون رد الفعل القانوني طبقا لحجم الضرر. طب ليه الفيسبوك ما يطبقش حقوق النشر زي ما بيعملها مثلا على الفيديوهات؟ يعني انا لو قمت بنشر فيديو خاص بحضرتك مثلا، وحضرتك بعت لاداره الفيسبوك، هيقفلوا الفيديو من عندي، هيمسحوا الفيديو من عندي، وهيبعت لي تحذير، مظبوط؟ هل ممكن يتعمل الكلام ده على الصور؟ هو ده بيحصل لما بنتحل شخصيه، لما البروفايل بتاع حضرتك باخد صورتك وبعمل اكونت تاني باسم حضرتك، وحضرتك بتعمل عليه ريبورت، طبعا بيتم الاخذ في الاعتبار هذه الامور، وبيتقفل الاكونت. ودي بتحصل يعني مئات الالاف من المرات يوميا حقيقه برضه. فهي هي الموضوع ديناميكي جدا، ان هي كلها استخدامات مستحدثه الناس ما كانتش تعرفها. وبالتالي انت حضرتك طول ما انت ماشي بتعالج الثغرات، طول ما انت ماشي المنصات عندها قواعدها وعندها استثماراتها الضخمه جدا في الامن السيبراني، ان هو في الاخر هو ده راس مالها الحقيقي، ان هي الحفاظ على امن المعلومات الخاص بمستخدميها. واحنا بنتكلم يعني الفيسبوك بنتكلم على 3 مليار مستخدم، وتويتر بنتكلم على قرب المليار مستخدم، فاحنا بنتكلم في ارقام كبيره جدا، والمستخدمين دول هم المصدر الرئيسي للدخل والريفينيو اللي بيجي لهذه الشركات اللي هي بمليارات الدولارات في السنه. فهو لو ما حافظش على هذه المعلومات، وما حافظش على سريه البيانات، وما حافظش على وجود نوع من انواع الحمايه الكامله لمستخدميه، هو بيتعرض لاذى وضرر كبير جدا، من ان بتنخفض ايراداته، قد تصل ان بيحصل انهيار لاسعاره في البورصه. فهو هي الموضوع بس انا ما اظنش انه الابلكيشنز دي بتحمي بياناتنا ابدا، بالعكس هي معموله عشان تاخد بياناتنا وتستخدمها في اغراض احنا ممكن ما نكونش عارفينها دلوقتي. حضرتك يمكن كنت اتكلمت على اختراق 150 حساب عن طريق ولد عنده 16 سنه، وده على ابلكيشن تويتر، وطلب من الناس اللي هو كلمهم عملات رقميه. العملات الرقميه دي كمان دلوقتي بيطلع ليها اعلانات كتيره قوي على بعض المنصات، ازاي المواطنين النهارده يقدروا ياخدوا بالهم من المنصات دي؟ وهل في منصات موثوق فيها ممكن انا اختارها؟ خلينا نفرق بين حاجتين. العمله الرقميه كتكنولوجيا هي دي المستقبل، احنا رايحين العالم كله راح ناحيه العملات الرقميه. بس خليني اقول حاجه بعد اذنك عشان ما يبقاش احنا بنقول حاجه هنا مش كلها. شفنا حاجه زي FTX نصبايا كبيره جدا، فحسب ايه هي العمله الرقميه؟ في كتير منها بيبقى
نصب يعني. ما انا عاوز اكمل لحضرتك هذه الجزئيه. فهي كتكنولوجيا ان هي احنا ابتدينا بالكوين بتاع زمان وبعد كده البنك نوت لما تم اختراع الطباعه، فهي التطور الطبيعي لوجود العمله هي وجودها في هذه الصيغه الجديده. انما العملات الحاليه هي عملات خارج نطاق سيطرة البنوك المركزية. والكثير من الدول هي بتجرم الإتجار وتعدين هذه العملات. وحقيقة ما فيش بنوك مركزية حوالين العالم ادت تصاريح أو نوع من أنواع التنظيم أو ريجيليشن لهذه النوعية من العملات. فهي حقيقة لازم برضو نخلي بالنا ان هي بيحصل عليها مضاربة كبيرة جدا هذه العملات. هي حجمها طبعا بنتكلم حجم بتاع عملات 50 مليار دولار، وبالتالي هي بيحصل عليها مضاربات كبيره جدا. فهو ممكن الناس تروح تستثمر في هذه العملات ب 10 دولار النهارده، بكره الصبح ممكن يبقوا 100 دولار، ممكن يبقوا صفر. فهي فيها خطوره كبيره جدا في التعامل نتيجه ان هي خارج النطاق التنظيمي للبنوك المركزيه. انما الاتجاه في العالم ان البنوك المركزيه تصدر عملاتها بمفهوم العملات المشفرة، فهيبقى في الدولار المشفر، في اليورو المشفر، في الجنيه المشفر، ودي هتبقى خاضعة بقى للبنوك المركزية. إنما العملات الأخرى هي اقتصاد موازي كاملة، بيستخدم أو بيستخدم، إنما في استخداماته الغير قانونية كبيرة جدا، إنه بيستخدم في حاجات خاصة بغسيل الأموال، بدعم الإرهاب، بالتهرب من الضرائب. فهي أمور برضو دائما التكنولوجيا بتفرض علينا موديلات عمل جديده ونماذج عمل جديده. العالم علشان يقدر يبقى قادر ان هو يستوعبها بتاخد وقت، وده مفهوم. وبالتالي احنا عندنا نوعين من العملات، العملات الغير خاضعه للرقابه او تنظيم البنوك المركزيه، دي فيها ريسك كبير جدا، وكل واحد حر ان هو يستخدم هذه العملات او ما يستخدمهاش، انما هي فيها ريسك، وبعض الدول بتجرمها كمان التعامل في هذه العملات. انما كتكنولوجيا هي التكنولوجيا القادمه للعملات، والدول ناويه تستخدمها حقيقه. البلوك تشين اللي هي قائمه عليها العملات دي، الدول في اتجاه ان هي تصل بس الى، بس لما يبقى في زي جنيه مثلا، الجنيه المصري بالعمله مشفره، ده زي شبه كده الانترنت بانكينج، يعني شبه انا بعمل تعاملات على الانترنت من غير ما استخدم حاجه ملموسه من العمله، لكن العمله موجوده وفي ما يعني يدعم هذه العملة من ذهب أو عملة أجنبية في البنك. إنما العملات التانية دي أنا يعني أنا ما أعرفش، أنا بحس إن هي تبقى في الهواء. هي في الهواء، هي في الهواء فعلا، هي في الآخر ما يطلق، هي بسموها نون تانجبل أسد، حتى غير ملموسة، أصل غير ملموس، ودي التعريف حتى العلمي بتاعها. وبالتالي زي ما حضرتك تفضلتي بالظبط، هو الجنيه الرقمي او الدولار الرقمي ده زي الجنيه الورقي او الدولار الورقي. هو عمله تابعه لدوله، هذه العمله بتخضع لقواعد وتنظيم البنك المركزي داخل هذه الدوله. فدي عمله في الاخر هي شكل جديد من التعامل، زي ما حضرتك بالظبط المثال حضرتك اديتيه هو مثال صحيح 100%. انما الناحيه الثانيه في العملات الغير تحت الغير خاضعه للتنظيم، مش عارف اروح اشتري قهوه بيها حتى. هو اصبح في ايكو سيستم حقيقه للموضوع. ان برضه هي دي من نماذج العمل اللي تم استحداثها نتيجه الانترنت وتطوره. هو في اصبح في النهارده اماكن تقدر تستخدمي هذه العمله فيها، او ان انت تستبدليها بعملات موجوده. انما ده برضه خارج التنظيم وخارج النظام المصرفي الدولي او المحلي. وبالتالي هي الخطوره دايما في هذه النوعيه من العملات اللي هي خارج التنظيم ان ملهاش قاعده، وبالتالي هي خسائرها كبيره جدا. واحنا شفنا في اواخر 2022 واوائل 2023 حجم الخسائر بمليارات الدولارات للناس اللي استثمرت في هذا الموضوع. فهو في ريسك موجود طبعا في هذا الاتجاه، انما هو نموذج عمل جديد. ولدرجه ان بعض البنوك المركزيه بدات تفكر في نتيجة الانتشار في وضع هذه العملات تحت التنظيم. وبالتالي لما تبقى تحت التنظيم ورقابة وإدارة البنوك المركزية، خلاص هي بقت عملة من العملات الجديدة اللي موجودة، اللي بيقابلها أصل ويقابلها قيمة معينة. طيب أخيرا وسريعا حضرتك تنصح الناس بإيه؟ لأن بعض الناس يجي يقولوا مثلا لو حصل وتم اختراق حساباتنا على السوشيال ميديا ففيها إيه؟ يعني أنا قاعد بكلم أختي وبكلم والدتي، يعني ما فيهاش، هو متخيل ان ما فيهاش البيانات اللي ممكن الهاكرز او القراصنه يعتمدوا عليها في ان هم يسيئوا استخدام هذه البيانات، تنصحهم بايه؟ انصحهم ان هم يكونوا اكثر وعيا حقيقه لنوعيه البيانات اللي بتتحط.
محدش ينشر معلومات شخصية، محدش ينشر حاجات ممكن يتم استخدامها استخدام سيء فيما هو قادر. الوعي، فالوعي فالوعي حقيقة هو الأساس للاستخدام الآمن والاستخدام الجيد للإنترنت، هي ده قاعدة الهرم في هذه الأمور حقيقة. يعني يمكن كمان شاذلي كان بيقول قبل الفقره على طول انه في ناس يمكن بتتبرع بالمعلومات بتاعتها لما حد يسالها على معلومات البنك بتاعتها، الباسوردز او الكود اللي بيجي لك عشان اخترق بيه حسابك. خلي بالك كويس قوي من انت بتبعت ايه، والمسجات اللي بتجي لك على موبايلك من الابلكيشنز دي بتحذرك من حاجه، فبلاش انك تتبرع بمعلوماتك زي ما يمكن دكتور كمان محمد عزام كان بيقول. كل الشكر ليك على وجودك معنا الأستاذ محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية للتكنولوجيا لإدارة التكنولوجيا. شكرا. شكرا يا فندم، كل الشرف ليا. شكرا جزيلا. دلوقتي ناخد مجموعه من التعليقات اللي جات لنا على سؤال حلقتنا النهارده. لو جوزك نسي مناسبه مهمه بالنسبه لك هتعملي ايه؟ الشامي محمود بيقول صباح الخير عليكم وعلى اهل مصر كلهم، خلاص بطلنا نتذكر اي مناسبه من كتر النسيان، من الاخر الراجل ده، لكن تظل العشره هي الاهم. كمان رشا منير بتقول على فكرة زوجي على طول بينسى، بس أنا بفضل أفكره في كل مناسبة يمكن قبلها بأسبوع، كل يوم أفضل أحكي له خليك مركز ما تنساش، وفي الآخر بينسى برضو. ذاكر كويس وكمان بتغذى كويس. ميار محمد مشهور عاملة له منشن بتقول له ها أعمل إيه؟ هتعمل ايه؟ واضح يا ميار انا مستنيه احنا بره بقى الموضوع ده. عبد العظيم احمد بيقول بيصبح علينا، بيقول بصراحه مع ضغوطات الحياه الحاليه اي حد ممكن ينسى، المهم تجديد الموده والمشاعر بين الزوجين من غير مناسبات ومسميات. الله عليك. الله عمرو نجم الدين بيقول صباح الخير عليكم، من وجهه نظري بتعتبر المناسبات دي والاعياد محطات تجديد للحب والبهجه ورفع ترمومتر المشاعر يا سيدي الذي قد ينخفض مع الروتين والانشغال وكثره الاعباء وعدم أخذ القسط الكافي من الراحة في العمل، أكيد تبقى الحياة أجمل وبتعيد نفسها من أول وجديد. كلامه صح طبعا. مصطفى زيزو كمان بيقول بصراحة يا ست البنات كلها طيبة ومش بتزعل عشان لو ما جبتش حاجة يعني، بس مش بنساها أبدا بصراحة، ربنا يبارك فيها، ربنا يخليها لك يا مصطفى. كحلاوي بيقول الاعتذار من شيء مش شجعان، انا نسيت والله عيد ميلاد زوجتي كان من اسبوع، بقول لها حقك عليا انت بتصالحها يعني ماشي، بس حلو الموضوع ده لفته طيبه يعني. ده استنى بقى، في هنا فاتن علي عامله لفته تانية وبتقول النهارده عيد ميلادي هو حر بقى قد اعذر من انذر. طب يعني اعملي منشن. طيب لو يعني انت بتتفرج علينا دلوقتي وانت مراتك اسمها فاتن علي، يعني عيد ميلادها النهارده، احنا بنقول لك كل سنه وانتم طيبين. كل سنه حالك طيب. هدى عبده بتقول ولا حاجه، مش تعمل حاجة كويس. سامح النبوي بيقول هل تمس له العذر لأن سماح النبوي أنا أسف بتقول هل تمس له العذر لأن الدنيا بقت صعبة مدام هو محترم معي. الله عليك يا سماح. أحمد أو أبو أحمد سالم بيقول إحنا عندنا في الصعيد عادي والله، وإحنا كمان عندنا المفروض يكون عادي في الدنيا كلها على فكرة، مش عندكم بس. أدري عبد الستار بيقول أنا مراتي بتنساني أنا شخصيا. طيب هايلة. طيب دي كانت مجموعة من التعليقات اللي جات لنا، في انتظار طبعا تعليقات حضراتكم بكل تأكيد هنستعرضها خلال الحلقة، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. أهلا بحضراتكم من بعد الفاصل. الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء نظمت ورشة عمل في المتحف القومي للحضارة المصرية للأطفال من جيل المستقبل. إيه حكاية الورشة دي وإيه اللي تعلموا الأطفال منها وليه الواجهة كانت في متحف الحضارة؟ كل الأسئلة دي هنعرفها من الدكتورة غادة عطا نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد اللي منورانا النهاردة في استوديو. صباح الخير، أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. صباح الخير يا فندم. صباح النور. يا أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نتعرف أكتر على هذه الورشة. الحقيقه احنا ورشه العمل دي لنشر وعي وثقافه تكنولوجيا الاستشعار وعلوم الفضاء للاطفال، احنا عندنا في الهيئه بنعمل ده دايما، بنعمل ورش العمل عملناها في الصيف لمده معسكر لمده 4 ايام، لكن الفكره جت من وزاره السياحه والاثار
طلبوا مننا ان احنا نعمل عندهم الايفنت ده في قلب متحف الحضاره عشان في اجازه نص سنه نستقطب اكبر عدد من الاطفال وناس كتير او اطفال كتير يعرفوا او نعمل لهم وعي لتكنولوجيا الاستشعار والفضاء. الفكره عجبتني لان انا هخرج من نطاق هيئتي، هخرج بره في مجتمع مفتوح. دي اول مره تخرج من الهيئه؟ مش اول مره، بس اول مره نخرج في مكان تبع وزاره الاثار. الحقيقه كانت الاختلاف في الحالتين ان احنا لما خرجنا بره كان سن الاطفال اقل، فاحنا كنا بنتكلم في سن من 10 ل 12 سنه. وكان التحدي يا جماعه هل الاطفال دي هتستوعب التكنولوجيا الفضاء؟ وكان هناك متحف الحضاره قالوا لي لا هتلاقي الولاد يفهموا وتعلموا بسرعه. فالمفاجاه كانت كده ان الولاد فعلا استوعبوا وفهموا، كنا فرحانين بيهم جدا جدا ان انتوا يعني، وده يعني بيخلينا اقول ان اطفالنا تقدر تستوعب العلوم الثقيله وتفهمها. لان عصر التكنولوجيا دلوقتي بيخلي الاطفال تتفاعل مع التكنولوجيا الحديثه دي وبتبقى اوير بيها، فمهم قوي ان احنا نعرفها لهم من دلوقتي. طيب عاجبني قوي ان انتوا عملتوا مزج لذيذ قوي ما بين المستقبل وما بين الماضي والمستقبل. ازاي مزجتوا بين علوم الفراعنه والمستقبل؟ الحقيقه هي ورشه العمل كانت الاول احنا عملنا جزء فيها نظري وجزء عملي. الجزء النظري عملنا اويرنس ايه هو الفضاء وايه هي الاقمار الصناعيه والاقمار الصناعيه بتتكون من ايه وايه وظيفتها وازاي صوره القمر الصناعي دي احولها لماب وايه الهدف من ان انا اطلق اقمار صناعيه استشعار وازاي بعمل خرائط وبربط بين التنميه المجتمعيه بصور اقمار صناعيه وعلوم الفضاء. فدي كانت اول اويرنس عملناها. كمان تفضلت كانت الدكتوره داليا الفقي من شعبه الفضاء هي اللي تولت المهمه دي. بعد كده كان في دكتوره صفاء ابراهيم من وزاره الاثار نفسها ابتدت تتكلم عن الفراعنه ازاي هم كانوا رواد في علوم الفلك. ان ازاي هم اول ناس ابتكروا موضوع التوقيتات والزمن والسنه والشهر والاسبوع، ازاي الفراعنه كانوا عندهم رصد للنجوم والفلك، ازاي هم كانوا اول ناس ابتكروا موضوع الساعه الشمسيه والقمريه. ازاي هم كانت في حاجه حلوه جدا اتكلمت عليها دكتوره صفاء ان ازاي هم كانوا بعلوم الارض، هو الاستشعار علوم مراقبه الارض، فازاي هم قدروا يختاروا اماكن يبنوا فيها الاهرامات يبنوا فيها المقابر بتاعتهم على مدار الاف السنين والارض ما يحصلهاش حاجه، ما حصلش السيول مثلا تبوظ المقابر. هم اختاروا الارض، هم عرفوا ازاي يعرفوا ازاي دراسه سطح الارض ويختاروا المكان. المكان ده على مدار السنين والاف السنين ما حصلوش هبوط، ما حصلش مثلا مجرى سيل في جزء من المقابر فالمقابر كلها اتدمرت. فده ده 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 علم طبعا كبير هم قدروا يعملوه. بعد كده الجزء الثاني كان عملي بالفيرشوال رياليتي، قدرنا نخلي الولاد يركبوا قمر صناعيه فيرشوال، يلعبوا جيمز فيرشوال، وبعدين ابتدينا نعرفهم جبنا نموذج لقمر صناعي فعلا في البورد بتاعته وابتدينا نعلمهم الاجزاء دي ازاي وازاي تتركب وازاي نشغل القمر الصناعي وازاي يستقبل البيانات وازاي نحول البيانات دي لصوره وازاي نحول الصوره دي لخريطه. دي كانت ورشه عمليه عملناها مع الولاد في الجزء الثاني. وفي الاخر خالص بنعلمهم ازاي الاطلاق، بنعمل سيميوليشن لاطلاق الاقمار الصناعيه. هو قمر صناعي اسمه كانسات، هو مخصوص لتعليم الاطفال. القمر الصناعي ده صغير قد الكنز كده، الولاد بيتعلموا فيه الالكترونكس بتاعته. وبعدين بناخد نعمل سيميوليشن للاطلاق. ليه بنعمل سيميوليشن للاطلاق؟ لان قمر صناعي بيرسل البيانات عن بعد، ودي فكرة الاستشعار عن بعد. فاحنا بنعمل ايه؟ بنعمل سيميليشن للاطلاق، بيبقى فيه شمسية كده وعلى على على ارتفاع عالي جدا، بنرمي القمر الصناعي فبينزل زي الباراشوت كده، وهو نازل بيبقى فيه لابتوبات الولاد معاها، بنستقبل الداتا وبنوريهم، هو بيبقى فيه كاميرا صغيرة بتصور الحاجات اللي حواليها، فبيتعلموا التكنولوجي قدامهم زي ما يكون عملنا محاكاة للواقع. عظيم جدا. مهم كمان قوي الجزء العمل اللي حضرتك ذكرتيه. يعني كنت لسه عايزة افهم من حضرتك ازاي بنقدر نقيس مدى استيعاب الاطفال للمعلومه.
الحقيقه دايما ورش العمل بتاعتنا بتبقى انتراكتف، انا بقول وبسال وبعرف وبشوف الولاد يعني كل مره ايه، انا بقول المعلومه وبسال فيها، وقبل ما اقولها بسال بعرف مدى هم استقبلوا البيانات ازاي والمعلومات، وبعد ما بخلص بسال وبعرف الولاد وصلوا ايه معايا. فالحقيقه كان حلو جدا، لقينا التفاعل لان الولاد فهموا كويس، وكنا بنديهم بونص بعد كده اني والله اللي بيجاوب حلو قوي انا هخليه يلعب جيمز في ار، فكانوا الولاد يعني يتسارعوا ان هم يفهموا صحيح. عشان يلعبوا. طب انا النهارده يعني عجبني قوي اللي انتوا بتعملوه، انه ده كمان هيخلي الاولاد يحبوا يتعلموا ده اكتر ويمكن يشتغلوا فيه لما يكبروا، فنلاقي عندنا جيل كامل من العلماء اللي يخترعوا يمكن حاجات جديده ويربطوا الماضي بالمستقبل، ويمكن نحل شفرات حتى الفراعنه عملوها زمان نحلها النهارده. لو انا النهارده عندي اولادي عايزين يشتركوا معاكم يعملوا ايه؟ والله هو في هيئه الاستشعار وفي نورس في ار اكاديمي عفوا ده على الفيسبوك، بيقدروا يدخلوا يلاقوا رقم تليفون ويبداوا يتواصلوا معانا، وبييجوا كل ما بنعمل مجموعات بنعمل ورش عمل. الحقيقه احنا يعني في الفترة الأخيرة دي ابتدينا نعمل انفيتيشن لمدارس تجيلنا، ابتدينا نعمل نوسع نشاطنا، ابتدينا دلوقتي حاليا أنا بحاول أتواصل مع النوادي كمان إن أنا أعمل ورش العمل دي في قلب النوادي في الأوبن إير. السنة اللي فاتت لما عملنا المعسكر بتاع منتدى شباب شمال أفريقيا عملناه لأطفال أو شباب بقى من 16 ل 20 سنة مع بالتعاون مع وزارة الشباب، وعملنا إطلاق القمر الصناعي في قلب مركز مراكز الشباب. فالحقيقة إحنا متاحين جدا، لو حد دخل على هيئة الاستشعار في الويب سايت وطلب ده إحنا جدا مكان الهيئة بتاعتنا في جوزيف تيتو في مصر الجديدة، أي حد يجي لنا جروبات أهلا وسهلا بيهم. ده هدف هيئة الاستشعار إنها بتنشر العلم ده جوه الشباب جوه الأطفال. الحقيقة بيسعدنا جدا إن إحنا نوصل لده وإن الولاد تستفيد لما تيجي تتعلم عندنا. يعني أنتوا عندكم استعداد تقدموا بشكل مكثف أو بشكل دوري كمان، بس محتاجين الناس تيجي يعني. وفي جهات يعني في جامعات ابتدت تتواصل معانا ان لا احنا عايزينكم تيجوا تعملوا عندنا ورش العمل في الجامعات، الاكاديميه العربيه البحريه، جامعه الازهر، جامعات كتير ابتدت تقول لا يا جماعه تعالوا اعملوا عندنا ورش للطلبه. فاحنا بس الطلبه بنحاول نكبر المعلومه شويه عشان يبقوا خصوصا بتوع هندسه وبتوع كمبيوتر ساينس بيستفيدوا جدا من الشغل بتاعنا. اكيد. طب ورشه العمل القائمه حاليا بتبتدي من سن كام؟ والله انا بقول ان ورش العمل عشان تبقى مفيده انها تبقى من سن، دي كانت وجهه نظري اني اعدادي وثانوي، لكن لما شفت في متحف الحضاره ان الاطفال الصغيره في ابتدائي كانوا صعبين جدا وفرحانين جدا بالعلوم حقيقه لا غيرت رايي يعني لا ممكن اطفال مثلا، بس بنتكلم عشان نظارات الفي ار كمان ما تبقاش متعبه للاطفال الصغيره قوي، فبتكلم من رابعه ابتدائي مثلا. طيب انتوا في الهيئه زي ما حضرتك ذكرتي دلوقتي ان احنا ممكن نعمل ورش عمل للاطفال رابعه ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه، المتخصصين بقى على اقامه مثل هذه الورش هل عارفين ازاي يتعاملوا مع الاطفال؟ الحقيقه يعني بجد انا شفت البرزنتيشنز اللي بتعملها الدكتوره داليا، يعني هل دي سمات شخصيه مثلا فيهم ان هم قادرين على التعامل مع الاطفال، ولا في مثلا دورات تدريبيه خضعوا لها عشان يقدروا يتعاملوا مع الاطفال فيبسطوا المعلومه للطفل؟ احنا بنختار، احنا هيئه الاستشعار قائمين على التدريب، بنختار بنبقى عارفين مين اللي عنده السمه دي بنختاره ونبني نتعاون معاه، عشان مش اي حد يعني ممكن يبقى عالم شاطر جدا لكن ما عندوش تالنت التدريس او توصيل المعلومه، فده احنا بنختار مع الوقت بيبقى عندنا اكسبيرينس ان مين اقدر احطه في الحته دي فيسد في الجزئيه دي. مش كلنا هيئه الاستشعار كعلماء يقدروا يبقى فيهم كده، لكن اقدر لحضرتك يعني في ناس كتير معظمنا كتير بيقدر يعمل ده، والتعامل مع الاطفال بيبقى محتاج شويه هدوء شويه صبر تبسيط عنده استعداد ان هو يبسط العلم الكبير، وخصوصا علوم الاستشعار علوم ثقيله بعتبرها تكنولوجيا ثقيله يعني. طيب بعض الاباء يمكن ممكن يقولوا ايه التطبيقات اللي ممكن يستفيدوا بيها اولادنا على حياتهم في المستقبل او على دراستهم؟ حضرتك قلتي مجال زي كمبيوتر ساينس، الكليات زي كمبيوتر ساينس، هندسه اتصالات لو انا مش غلطانه، ايه كمان؟ والله كل الناس بتوع علوم الفيزيكس يقدروا يتعاونوا اي مجال. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، علوم استشعار هي علوم وتكنولوجيا الفضاء
علوم بتختص بعلوم الأرض. يعني أي حاجة تختص بعلوم الأرض جغرافياً فالاستشعار فيها، يعني جيولوجيا مثلاً، أي حاجة، بيئة، مية، جيولوجيا، إلكترونيكس، أي حاجة، أي حاجة. يعني أنا بعتبر أن مجالات التنمية المختلفة كتير أي بدخل فيها علوم الاستشعار فهي بتبقى تنمية للمجتمع. فأنا مش بقتصر على، أنا بتكلم على الناس اللي بتشتغل في التكنولوجيا، لكن الناس اللي بتشتغل تطبيقات كتير جدا جدا، بدليل أن إحنا اللي بيجوا عندنا تدريب أداب وعلوم وزراعة، كليات كتير، كل كليات مصر بتيجي عندنا تدريب لان هم محتاجين جزء الاستشعار في ابلكيشن التطبيق بتاعه. طيب عايزين نتكلم برضو وندخل قوي في الحته دي عن طبيعه الحاجات اللي موجوده في هذه الورشه اللي بتقدم للطفل. هل بنختار الحاجات مثلا اللي هي لها تاثير على حياته بشكل مباشر؟ والله هو انا بلعب في حته الولد بيروح لها، ان انا بمزج بين العلم واللعب، ان انا بدخله الفي ار، فالفي ار بيبقى يروح له الميتافيرس، بتجذبه وبتشده. فلما بصت له العلوم بشكل فيرتشوال رياليتي هو اصلا بيلعب كده، هو دلوقتي الاطفال كلها بتلعب كده، فانا بمزج له الحتتين في بعض فبيبقى مشدود جدا للعلم وعايز يتعلم وعايز يعرف، لان انا بعلمها له بطريقه تفكيره دلوقتي. فانا بقول له مثلا اطلقت لهذا القمر الصناعي عشان أغراض علمية وبحثية كبيرة، ولا أبتدي أختار الحاجات اللي ممكن تناسبه هو مثلاً كطفل؟ لا، بديله المعلومة الصحيحة بس بما يناسبه. يعني بقول له أنواع الأقمار الصناعية إيه، بقول له القمر الصناعي ده شكله إيه، متكون من إيه، بيشتغل إزاي، بيطلع صورة القمر الصناعي إزاي، بستخدمها إزاي، بيطلع منها خرائط، لكن بقولها له ببساطة وبقولها له عشان يفهم بيها العالم اللي حواليه شكله ازاي. ده يخلينا نطلب من حضرتك توجهي نصيحة للآباء والأمهات ازاي ممكن يشجعوا أولادهم على حضور ورشة زي دي. والله أنا بقول إن أنا أتعلم ازاي أربي ابني إن هو يتعرف على التكنولوجيا الحديثة، بس أخد كم من المعلومات، ما سيبش ابني للعب وبس، يعني ما سيبش ابني إن يلعب على طول، لا، يلعب ويتعلم كمان. وده مهم، يعني هو ده مهم وده كمان المستقبل. نشكرك الدكتورة غادة عطا نائب رئيس الهيئة العامة للاستشعار عن بعد على وجودك معنا، أكيد كل الشكر ليك. شكرا، شكرا جزيلا يا فندم. بكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعة، بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.